شكرا لك زميلي العزيز سعود غانم، الشكر موصول لضيفيك الفاضلين الكابتن ربيع العفوي والكابتن طلال البلوشي، دائما في استوديو مستمر لمباريات الكاس الدولية 2020 في نسختها التاسعة تواليا. أعود مجددا أيها السادة والسيدات خلف ميكروفوني هذا حتى أكون في الوصف والتعليق استمرارا لمباريات بطولة الكاس الدولية. اليوم في ريان الصراع الترتيبي ما بين أبناء الأكاديمية أكاديمية أسباير ونادي زينيت سان بيترسبورغ، المراكز الترتيبية ما بين الخامس والثامن. المنتصر اليوم سيواجه نادي غلاسكو رينجرز اللي انتصر على حساب كاشيوا ريسول بركلات ترجيح في مباراة كانت مثيرة والشيقة ما بين كلا الفريقين، مباراة ننتظر من خلالها الكثير يا السادة يا كرام. انتر وزينيت سان بيترسبورغ خسر بالخمسة يوم أمس أمام باريس سان جيرمان وهو يعتبر أحد أضعف الفرق الحاضرة في هذه البطولة وأضعفها أيضا دفاعيا على اعتبار بأن الفريق استقبل 14 هدف حتى اللحظة. في المقابل أبناء الأكاديمية أكاديمية أسباير الخسارة بصعوبة كبيرة جدا أمام إنتر ميلان بهدف لصفر، وكان بإمكان أبناء الأكاديمية الوصول إلى النصف النهائي في آخر اللحظات، خاصة كرة اللاعب محمد سراج اللي ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الفريق الإيطالي. سريعا أيها السادة والسيدات أعرج على تشكيلة الفريقين قبل أن ندخل في غمار المواجهة، والبداية دائما بالفريق الروسي الفريق الضيف الذي يدخل ببوتلوف كحارس مرمى إلى جانب يوري جولدين، رقم 2 4 إليا كير، 6 نيكيتا، 8 فيلمينوف، 9 بلونوف، 10 روديونوف، رقم 15 كولاكوف، بيشكونوف رقم 17، شيرشوف رقم 20، واتون فيتسكي رقم 21 بخيارات هذا المدرب الروسي ديمتري بولياكوف. في المقابل أبناء الأكاديمية اليوم بتغييرين اثنين مقارنة بآخر لقاء أمام الانترناشيونال، أمير كتول كحارس مرمى، شلبان عبد الناصر رقم 2، سيف الدين فضل الله رقم 3، محمد علي رقم 4، مصطفى أبو ليلى رقم 6، جاسم الشرشني 8، رقم 9 محمد القريشي، محمد سراج رقم 11، 12 يوسف الخطيب، عبد العزيز النعيمي رقم 14 إلى جانب طلال الشهابي رقم 16 في خيارات أبناء الأكاديمية. الفريق القطري أكيد بعد الخروج اللي كان صعب أمام الإنتر أعين هذا الفريق العنابي من أجل التواجد في المركز الخامس للنسخة التاسعة من بطولة الكأس الدولية. مباراة أيها السادة والسيدات تجرى على أرضية ميدان خالد سلمان، الملعب الذي يحمل اسم اللاعب المونديالي، اللاعب اللي أهل منتخب قطر ووصل بهم إلى نهائي كأس العالم هنالك في أستراليا قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية. خالد سلمان اسم معروف، أسطورة الكرة السداوية والقطرية، واللاعب اللي كان سجل ثلاثية في شباك المنتخب البرازيلي. مواجهة بقيادة الحكم خالد النابت بمساعدة عبد الملك العمري، صادق التميمي، مسعود القحطاني كحكم رابع، مقيم الحكام سلطان السفياني مراقب المباراة علي مفتاح، ونواف إبراهيم كمنسق عام لهذه المواجهة التي ننتظر من خلالها الكثير يا سادة يا كرام. أبناء الأكاديمية في الجهة اليسرى كاس كغير العادة على اعتبار بأن اللقاء اللي كان الإنتر بدأ أولا في الجهة اليمنى. في المقابل زينيت سان بيترسبورغ الفريق الروسي يتمركز في الجهة اليسرى بقمصان الزرقاء، الفريق العريق اللي عنده تقريبا 95 عام من التأسيس منذ عام 1925 سنة التي عرفت بزوغ هذا الفريق الأغنى على مستوى الروسي نادي زينيت سان بيترسبورغ. فريق عنده ألقاب، عنده إنجازات وعنده استحقاقات أيضا محلية وأوروبية دون نسيان طبعا التتويج الأوروبي اللي كان في اليوروبا ليج وهو تتويج استثنائي عام 2008 على حساب غلاسكو رينجرز، الفريق الاسكتلندي اللي تأهل بالمناسبة قبل هذه المباراة بركلات ترجيح في مباراة صعبة كانت أمام كاشيوا ريسول انتهت 2-2 قبل أن تحسم بركلات ترجيح 6-5. هل نتابع نفس السيناريو منهم؟ هذه المرة أبناء الأكاديمية سيصلون بأهدافهم نحو المركز الخامس في انتظار طبعا الفوز في اللقاء الثاني إذا ما حققوا الفوز اليوم على حساب نادي زينيت سان بيترسبورغ. هي مباراة ترتيبية لكن بقيمة كبيرة جدا، كل فريق يريد أكيد أن يصعد في سلم
الترتيب وأن ينهي البطولة والمسابقة في مراكز مميزة بعد الخروج في المباريات الإقصائية. أذكر بأن زينيت خرج أمام باريس سان جيرمان بالخمسة، وإنتر ميلان كان خسر ونادي الأكاديمية كان خسر بهدف لصفر أمام إنتر ميلان في مباراة كانت صعبة وصعبة جدا ما بين كلا الفريقين. كرة للدفاع لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ تصل عن طريق الحارس بوتلوف. خمس تغييرات من جانب المدرب ديمتري بولياكوف لهذه المواجهة مقارنة بآخر لقاء اللي خسر فيه بالخمسة، وهو الفريق الأكثر استقبالا بالمناسبة كما ذكرت في هذه البطولة. الفريق استقبل 14 هدف على مدار المواجهات السابقة، بينما يبقى نادي ريال مدريد الأقوى هجوميا وهو من سجل 18 وصول حتى اللحظة في مسابقة الكأس الدولية. النسخة التاسعة على غرار العادة، دائما المتعة والإثارة حاضرة على مستوى هذه البطولة الدولية التي تعرف مشاركة أندية وأكاديميات في المستوى العالي أوروبيا وعالميا. كرة من الجهة اليسرى لمصلحة أبناء الأكاديمية، انطلاق البحث عن كرة عرضية يبحث محمد سراج يامور، محمد يبحث عن التبرير، محمد خطيرة في المرمى في الشباك، الهدف الأول لأبناء الأكاديمية. يبدأون مع الانطلاق الدقيقة الرابعة وأولى الأهداف عن طريق القناص، عن طريق الهداف يوسف الخطيب اللي يسجل ثاني أهدافه في البطولة. كان سجل في اللقاء الأول على مرمى وفي مرمى نادي سون سامسونج مرة أخرى يظهر، لكن مجهود كبير جدا من جانب محمد سراج. مر محمد، عد محمد، وهي كرة رائعة على طبق من ألماس للمتألق يوسف الخطيب، يضع في مرمى بوتلوف ويعلن عن افتتاح عداد هذه المواجهة بطريقة مميزة بخارج القدم. الثاني له في البطولة ليوسف الخطيب اللي قلت بأنه كان سجل في لقاء سون سامسونج مرة أخرى، يعود من مباراة ترتيبية ويهدف في شباك الفريق الروسي. قلت بأنها ترتيبية لكنها بطابع رسمي وبقيمة كبيرة جدا بالنسبة لكلا الفريقين. ولا فريق يريد أن ينهي البطولة في المراكز الدنيا، الكل يريد أن تكون له بصمة على مستوى هذه المسابقة، خاصة أبناء الأكاديمية اللي وصلوا الموسم الماضي وحققوا المركز الرابع من بوابة نادي كاشيوا رسول. هذا الموسم لم يتمكنوا من الوصول إلى السيمي فاينال، خرجوا من دور الربع النهائي، لكنهم يريدون الانتصار اليوم على حساب الفريق الروسي نادي زينيت سان بيترسبورغ الذي يحضر لأول مرة في هذه البطولة. نعم، أول مشاركة للفريق الروسي زينيت سان بيترسبورغ، وثاني مشاركة للأندية الروسية، على اعتبار بأنه سبارتاك موسكو كان حاضر الموسم الماضي ووصل إلى دور الربع النهائي، خرج أمام آيس روما وصف البطولة بثلاثية قبل أن يحقق المركز السادس عند نهاية المشوار. انتصر 2-1 على أنتينوردو الفريق التركي، وخسر 4-2 أمام ريال مدريد. حقق مركز السادس هذه المرة، هل يفعل فريق روسي آخر ويحقق إحدى المراكز الثلاثة بعد الأندية اللي وصلت إلى نصف نهائي هذه البطولة؟ كرة من جديد للدفاع تصل عن طريق بوتلوف. بوتلوف حارس المرمى يهيئ كرة دائما لمصلحة الفريق الروسي الذي اعتاد على استقبال الأهداف في هذه البطولة. أضعفهم دفاعيا حتى اللحظة في مسابقة الكأس الدولية. 14 الهدف، ولا فريق استقبل هذا الرقم التهديفي حتى اللحظة في بطولة الكاس. كرة من جديد للدفاع تصل عن طريق إيليا كيرش المدافع اللي كان سجل في اللقاء الأول بالمناسبة في شباك نادي ريال مدريد اللي خسروا الفريق الروسي 5-3 في مباراة ترتيبية. دائما ما يستقبل أهداف كثيرة، استقبل 5 أمام نادي ريال مدريد، استقبل 4 أمام سبورتينغ لشبونة، واستقبل مرة أخرى خماسية أمام نادي باريس سان جيرمان في مواجهة أجريت أمس. وصل من خلال بي اس جي إلى دور النصف النهائي وخرج الفريق الروسي. أكيد طموح كبير جدا من أجل تحقيق الانتصار اليوم من جانب كلا الفريقين حتى اللحظة. 1-0 لأبناء الأكاديمية، أكاديمية سباير لكرة القدم. كرة وانطلاقة تصل في الجهة اليمنى عن طريق شلبان عبد الناصر، وهي كرة في وسط الميدان دائما
للفريق العنابي لأبناء الأكاديمية، حذر من الأخطاء. تعود الكرة مرة أخرى للدفاع عن طريق محمد علي. محمد علي ضاعت منه الكرة، عادت روسية دائما في الجهة اليسرى، انطلاق البحث عن تمريرة ممكن عرضية، لكن مرة تعدت، تصل سالة للحارس أمير كتول حامي عرين أبناء الأكاديمية في هذه المواجهة. كما ذكرت تغييران اثنان في هذه المباراة، حضور يوسف الخطيب اللي كان احتياطيا إلى جانب طلال الشابي، مكان مبارك شنان ومادي المعجبة الثنائي اللي كان حاضر بشكل رسمي في لقاء الانترناشيونال. المباراة اللي كانت ممتعة ورائعة بالرغم من أنها شهدت هدف وحيد فقط، إلى أنه كانت في مفاجآت كبيرة في المواجهة. كرة من جديد تصل في وسط الميدان لمصلحة أبناء الأكاديمية، ضاعت كرة عادت روسية عن طريق اللاعب رقم 4 إليا كيرش، وهي كرة في الجهة اليمنى دائما لأبناء زينيت. ضاعت الكرة عادت لأكاديمية تسباير في الجهة اليسرى عن طريق سيف الدين فضل الله، الظهير الأيسر اللي قدم مباريات محترمة جدا، أحد الركائز الأساسية في خيارات أبناء الأكاديمية لهذه المواجهة. كرة من جديد تصل عن طريق شلبان عبد الناصر للجهة اليمنى، انطلاقة لأبناء الأكاديمية بعينية، انطلاقة فرصة للهدف الثاني، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل مرة أخرى. محمد سراج يحصل عليها، رقم 11 لاعب مميز جدا، عنده سرعة عنده مهارة، ينطلق يتوغل، يحصل على ركلة جزاء، يحصل على ركلة جزاء لأبناء الأكاديمية. عنده المهارة وعنده السرعة وعنده الدقة وعنده المراوغات السريعة محمد سراج. شوف كيف تغلغل في عمق الدفاع، حصل على ركلة جزاء لأصحاب الأكاديمية. أي بداية، أي انطلاق، الدقيقة 9 قد تشهد الهدف الثاني في هذه المباراة. يا سادة يا كرام، أهلا بكم في متعة وإثارة بطولة الكأس الدولية. هو من حصل عليها، هو من سيكون في ترجمتها وتهديفها في مرمى كايا بوتلوف. محمد سراج يبحث عن ثاني أهدافه، هو الآخر كان سجل في شباك سون سامسونج. محمد سراج وبوتلوف، هل يضع الأسمراني في شباكك يا بوتلوف؟ محمد سراج يتريث، حكم المباراة خالد النابت يعطي إشارة التنفيذ. محمد سراج في المرمى، نعم في المرمى، في الشباك على يسار بوتلوف، من أروع ما يكون، بأجمل الفنون وضع في شباك بوتلوف، وأعلن عن الهدف الثاني لأبناء الأكاديمية في هذه المباراة عند الدقيقة 10. تركيز كبير جدا، يريدها في المرمى فكان له ما أراد، أراد في الشباك فكان له ما أراد، على يسار بوتلوف بطريقة مميزة جدا وبدقة منقطعة النظير، يعلن عن الهدف الثاني لأبناء الأكاديمية والثاني أهدافه أيضا في هذه المسابقة بعد الهدف اللي كان سجله في شباك نادي سون سامسونج في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى. الأكاديمية كان قد تأهل مناصفة مع غلاسكو رينجرز. وكلا الفريقين غادر من دور الربع نهائي غلاسكو امام اكاديميه محمد السادس واكاديميه اسباير امام انترناشيونال الفريق الايطالي. تصل كره للدفاع دائما عن طريق سيف الدين عبد فضل الله، يؤيد كره الله، يحاول ان يمرر كره ما بين الاقدام، مره عدت هياها مره اخرى في اتجاه محمد سراج، لكن الدفاع عن طريق يوري كوليدين يبعد كرة إلى رمية جانبية لمصلحة أبناء الأكاديمية. انطلاقة مميزة جدا، من منكم كان يتصور هذه البداية؟ من منكم كان يتصور هذا السيناريو؟ هدفان اثنان في أول 10 دقائق منذ بداية تفاصيل المواجهة. الآن في الدقيقة 11 ولا زال الضغط لمصلحة أبناء الأكاديمية، الفريق الذي خرج بصعوبة كما ذكرت وبفارق هدف وحيد أمام انترناشيونال، يريد اليوم أن يحقق الانتصار ويواجه غلاسكو رينجرز الفائز سلفا قبيل هذه المباراة على حساب نادي كاشيوا ريسول بركلات الترجيح. وبالتالي المباريات الترتيبية هي الأخرى لا تقل أهمية، لا تقل إثارة ولا تقل مكانة ومتعة، وممكن تكون أكثر متعة على غرار ما نتابعه حتى اللحظة. كرة عرضية تصل في الجهة اليمنى عن طريق من يوسف الخطيب صاحب الهدف الأول، يؤيد كرة لأبناء الأكاديمية، عرضية طويلة في الجهة اليسرى، محمد سراج يسلم، محمد يبحث عن المرور، محمد يبحث عن تسديد، محمد بينية خطيرة والدفاع يتدخل، محمد سراج فضل الله وكرة تتبول أخشاب الظهير الأيسر سيف الدين أراه في مرمى بوتلوف لكن بعيدة، تأتي بركلة مرمى لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ اللي قلت بأنه يحضر لأول مرة في أول إطلالة وأول مشاركة يغادر من دور الربع نهائي، وهو الآن يتلقى هدفين ويصبح الأكثر، طبعا هو الأكثر استقبالا والأضعف هجوميا حتى اللحظة الآن
في مرماه ما يقارب 16 هدف، نعم 16 هدف، كأضعف الخطوط الدفاعية. أبناء الأكاديمية يعمقون الجراح الفريق الروسي المارد الأزرق. كرة من جديد في وسط الميدان، حكم المواجهة السيد خالد النابت يعلن عن خطأ لمصلحة أبناء الأكاديمية في وسط الميدان، يحصل عليه اللاعب جاسم الشرشني بعد التدخل اللي كان حاضر من جانب المدافع الروسي. عملية عرقلة واضحة جدا، شد وجذب إلى جانب طبعا رفع القدم اللي كانت زائدة عن اللزوم، وبالتالي حكم المباراة كان قريب من الكرة. سيد خالد النابت أعلن عن خطأ لمصلحة فريق أكاديمية أسباير الذي يحضر للمرة التاسعة في المناسبة. لم تغيب شمسه عن هذه البطولة منذ النسخة الأولى في عام 2012 اللي غادر في دورها الأول، بعد ذلك دائما ما يصل إلى الأدوار الإقصائية، وصل إلى دور الربع النهائي في 5 مناسبات، وصل إلى السيمي فاينل في مناسبتين، نسخة 2017 حقق الوصول صفا أمام نادي ريال مدريد، 2019 اكتفى بالمركز الرابع من بوابة كاشيوا ريسول في نسخة كانت توج بها غلاسكو على حساب الفريق الإيطالي أيس روما. هكذا هو سجل فريق أكاديمية أسباير في هذه البطولة، مع التذكير بأنه صاحب الرقم القياسي يبقى هو باريس سان جيرمان اللي وصل الأمس بخماسية في شباك الفريق الروسي إلى دور النصف نهائي. عنده 3 ألقاب، لقبين لأحلام أسباير، لقب لفلومينينسي وريال مدريد وغلاسكو رينجرز. المدرسة الأوروبية دائما ما تسيطر، وهي صاحبة الرقم القياسي، بل هي المدرسة الوحيدة المتوجة إلى جانب نادي فلومينينسي الفريق اللاتيني اللي كان حقق اللقب في نسخة سابقة كانت النسخة الثانية على حساب باريس سان جيرمان. كرة من جديد في الجهة اليمنى لأبناء زينيت سان بيترسبورغ، البحث عن الانطلاق، البحث عن المرور، سيف الدين فضل الله في التغطية، العودة حاضرة من جانب عبد العزيز النعيمي وحكم المباراة المساعد الأول عبد الملك العامري، والثاني صادق التميمي يعلن عن خطأ بعد العرقلة اللي كانت حاضرة من جانب المدافع الروسي، بل هو المهاجم الروسي شيرشوف لاعب وسط الميدان ارتكب الخطأ في حق عبد العزيز النعيمي، وبالتالي حكم المباراة أعلن عن خطأ. جانب من الحضور والجماهير المتابعة والمستمتعة أيضا بتفاصيل بطولة الكأس الدولية، كما ذكرت كل النسخ السابقة شهدت إثارة وتشويق وشهدت ندية ما بين كل المنتخبات أو كل الأندية والأكاديميات الحاضرة في هذه البطولة. نسخة الماضية تتويج أوروبي عن طريق غلاسكو رينجرز، نسخة 2020 في انتظار طبعا من سيتوج ومن سيحصد اللقب. أكيد الصراع سيكون ما بين أكاديمية محمد السادس، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان وريال مدريد، الرباعي الذي وصل إلى نصف نهائي هذه البطولة في نسختها التاسعة تواليا، نسخة التي تشهد كما ذكرت حضور قطبي الكرة الإسبانية. برشلونة ريال مدريد، الريال وصل لمكانته وعراقته وقيمته أيضا في البطولة على اعتبار بأنه حامل اللقب في نسخة 2017، وبرشلونة غادر من بوابة دور المجموعات، نعم غادر من بوابة دور المجموعات في مجموعة ثالثة تأهل منها باريس سان جيرمان وكاشيوا ريسول الياباني. النتائج تختلف في الفئات السنية، الآن كرة من ركنية سيكون في تنفيذها جاسم الشرشني، جاسم يرسل كرة أرضية طويلة عدة مرات تصل مرة أخرى لأبناء الأكاديمية عن طريق شلبان عبد الناصر، شلبان يحاول المرور، شلبان ضاعت منه الكرة، عدت مرة أخرى للفريق الروسي بينية لنادي زينيت سان بيترسبورغ، لكن الدفاع القطري في المكان المناسب يتدخل لتعود الكرة لمصلحة الحارس أمير كتول، الحارس الحاضر في كل المواجهات وصولا إلى اللقاء الرابع في هذه البطولة. أمير حاضر موجود في انتظار ليحضر في اللقاء الترتيب القادم. كرة من جديد في اليمنى لأبناء الأكاديمية، انطلاقة، تمريرة حاضرة من جانب يوسف الخطيب، والتدخل حاضر من كولاكوف يبعد كرة إلى رمية جانبية تتحول لمصلحة فريق أكاديمية أسباير من الجهة اليمنى، سيكون في تنفيذها شلبان عبد الناصر. المباراة لم تنتهي بعد أوكي ثنائي حتى اللحظة يا ديمتري بولياكوف المدرب الشاب الروسي، لكن المواجهة قد تحتفظ بكامل أسرارها إلى الشوط الثاني وممكن إلى الدقيقة القادمة من الجولة الأولى. تلعب كرة من رمية جانبية تصل مرة أخرى لوسط الميدان لمصلحة نادي زينيت، ضاعت كرة عادت قطرية، والكرة بعد ذلك إلى رمية تماس لمصلحة أبناء الأكاديمية، دائما في يعني وسط حيرة ودهول من جانب لاعبي نادي زينيت سان بيترسبورغ.
الحاضرين على مستوى دكة الاحتياط، لأن الثنائية كانت مبكرة. تصوروا الهدف الأول جاء في الدقيقة الرابعة والثاني جاء في الدقيقة التاسعة، لم يتركهم حتى يتنفسوا ويدخلوا في غمار هذه المواجهة. والثنائية حتى اللحظة لأبناء الأكاديمية، تصل الكرة من جانب أمير كتول، يرسل كرة عرضية في اتجاه من؟ في اتجاه هذا السريع محمد سراج، لاعب مميز، جناح خطير جدا محمد. وهي كرة في اتجاه سيف الدين فضل الله ضاعت منه الكرة، يستلمها مرة أخرى أبناء الأكاديمية، انطلاقة ضاعت كرة عادت روسية، انطلاقة لكن التغطية أمير كتول في الإبعاد، حذر يا أمير مرة أخرى لوسط الميدان. مباراة تتحرك في هذه اللحظات في انتظار المتابع الثاني. أيها السادة والسيدات، كرة عرضية انطلاقة لمصلحة أبناء الأكاديمية عن طريق من؟ يوسف الخطيب يبحث عن كرة عرضية، لكن قبل ذلك التسلل كان حاضر، والكرة تتحول لمصلحة أبناء نادي زينيت سان بيترسبورغ بخطأ غير مباشر للحارس بوتلوف. شوف العرضية وشوف التمرير المميز الرائع في اتجاه يوسف الخطيب اللي سجل أولا في هذه المباراة بطريقة مميزة ومتابعة رائعة. الابتسامة حاضرة من جانب المدرجات في انتظار من سيبتسم عند نهاية طبعا المباراة. هل تكون ابتسامة قطرية أم أن الفريق الروسي قادر على العودة؟ الضغط حاضر من جانب محمد القريشي، محمد بوتلوف في التصدي، يبعد كرة للجهة اليسرى دائما للفريق الروسي ليستقبل حتى اللحظة 16 هدف كأضعف الخطوط الدفاعية في هذه البطولة. طبعا الفريق استقبل ايضا اهداف كانت غزيرة في دور المجموعات، استقبل 5 امام ريال مدريد واستقبل 4 امام نادي سبورتينغ لشبونة، الفريق البرتغالي اللي تأهل منصفة او اللي خرج من المجموعة الرابعة وتأهل ريال مدريد ونادي زينيت سان بيترسبورغ. الاندية الاسبانية حاضرة بريال مدريد وبرشلونة، البرتغال ممثلة بفريق سبورتينغ لشبونة غادر من دور المجموعات، في المقابل الاندية الفرنسية ممثلة بصاحب الرقم القياسي نادي باريس سان جيرمان. إيطاليا ممثلة هذه السنة بإنتر ميلان اللي وصل إلى السومي فاينل. الإنتر ميلان الذي سيواجه نادي باريس سان جيرمان في مباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين. تلعب كرة عرضية طويلة لأبناء الأكاديمية، انطلاقة لوجود لأوفسايد، لوجود لتسلل بينية جميلة، والدفاع يتدخل على مرتين يبعد كرة إلى ركنية. انطلاقة مميزة من جانب يوسف الخطيب، هيا في الوالة الأولى بعد الدفاع حضرها للمرة الثانية، وكان الدفاع الروسي في المكان المناسب يبعد كرة إلى ركنية لمصلحة أبناء الأكاديمية. يبحثون عن الثالث بالرغم من أنه متقدمين بهدفين، يعلمون بأنه لا أمان في عالم كرة القدم، والمباريات السابقة علمتنا هذا. يا ما مواجهات تابعنا فيها وشاهدنا فيها تقلبات في عالم الجلد المدور. الآن فيها ركنية من الجهة اليمنى، حديث ما بين حكم المباراة السيد خالد النابت والحارس بوتلوف في انتظار أكيد التنفيذ. الركنية من تنفيذ جاسم الشرشني، جاسم ليجسمها ويرسل كرة عرضية في اتجاه الروس، تدخل من جانب الدفاع، تصل مرة أخرى بخارج القدم، حذر الراسية بوتلوف مرة أخرى، يتدخل بوتلوف في المكان المناسب لتعود كرة لمصلحة الفريق الروسي. 2-0 أيها السادة والسيدات، وصولا إلى الدقيقة 21 منذ انطلاق التفاصيل هذه المواجهة. هدفان مقابل بياض روسي ببياض الثلوج الروسية. أبناء الدبابة حتى اللحظة متأخرون بهدفي اللاعب يوسف الخطيب ومحمد سراج اللي سجل الثاني من ركلة جزاء بعدما حصل على كرة مميزة، راوغ توغل وسجل كرة في مرمى بوتلو بطريقة من أروع ما يكون. الآن كرة إلى رمية جانبية لأبناء الأكاديمية، وصولا إلى الدقيقة 22. الإثارة دائما مستمرة أيها السادة والسيدات في هذه المباراة، أفضلية لأبناء أكاديمية أسباير على حساب الفريق الروسي نادي زينيت سان بيترسبورغ. يا محمد سراج، يا محمد سراج، لو وضعتها في شباك انترناشونال الفريق الايطالي في اخر لحظات من مباراة الربع النهائي، كان بامكان ابناء الاكاديمية ان يمددوا تفاصيل المواجهة الى ركلات الترجيح ومنها الى دور النصف النهائي. مباراة كانت قاسية جدا على ابناء الاكاديمية لانهم قدموا مواجهة محترمة، كانوا الافضل على مدار 90 دقيقة، سيطروا، استحوذوا، ضغطوا، هددوا، وضاعوا الكثير من الفرص، لكنهم استقبلوا براسية المهاجم الايطالي
الخطير اللي كان سجل في اللحظات الأخيرة عند الدقيقة الثانية والثمانين في شباك أمير كتول. هكذا هي أعرف كرة القدم وتقاليد الجلد المدور منذ الزمن البعيد. لا أمان في كرة القدم، أن تضغط وتسيطر وتستحوذ وتهدد وتضيع لا يعني أبدا بأنك ستنتصر، لأنه الكرة والمباريات تحسم في نهاية المسار بالأهداف فقط. هدفان حتى اللحظة والبداية كانت مميزة لمصلحة أبناء الأكاديمية. محمد سراج يعيد كرة للدفاع عن طريق سيف الدين فضل الله. سيف الدين يبحث عن أقرب اللاعبين للجهة اليسرى دائما لأبناء الأكاديمية لوسط الميدان. جاسم الشرجاني، جاسم في الاستلام، جاسم يبحث عن الجهة اليمنى، يسلمها شلبان عبد الناصر. شلبان يعيد كرة مرة أخرى للدفاع عن طريق اللاعب رقم 4 محمد علي. محمد علي لوسط الميدان، تيكي تاكا أكاديمية في هذه اللحظات، والدفاع الروسي حاضر مرة أخرى في المكان المناسب. لا يريد أكيد وغير مستعد لاستقبال الهدف الثالث، لأنه في حالة استقبال الهدف الثالث أعتقد بأن المباراة ستصعب أكثر على نادي زينيت سان بيترسبورغ الذي لم يسجل ولا هدف في دور الربع النهائي، خسر بالخمسة، لم يسجل ولا هدف حتى اللحظة في الأدوار الإقصائية. الفريق اللي عنده حتى اللحظة سبعة أهداف كانت في دور المجموعات، سجل ثلاثة في شباك الريال وسجل أربعة في شباك سبورتينغ لشبونة. هل يسجل اليوم في شباك أبناء الأكاديمية ويعود في تفاصيل هذه المواجهة ما سنتعرف عليه في الدقائق القادمة. كرة من جديد للجهة اليمنى لأبناء زينيت سان بيترسبورغ. المارد الأزرق الفريق الروسي العريق بكرة عرضية طويلة جميلة مرت عدت من أمام الجميع، تصل مرة أخرى للجهة اليسرى لزينيت سان بيترسبورغ. وانت الجميل حذاري من التسديد، وأمير أمير المرمى مرة أخرى في المكان المناسب. كتول يحصل على كرة وعرضية كانت رائعة لتعود مرة أخرى لمصلحة أبناء أكاديمية وللحارس أمير كتول. هذه العرضية الماضية اللي مرت وعدت فوق ثلاثة رؤوس قبل أن تصل إلى الجهة اليسرى، كرة وانطلاقة روسية، فرصة لعرضية بينية حذاري، لكن الدفاع مرة أخرى. حكم المباراة خالد النابت قال بأن ركلة ركنية، نعم بالتأكيد، من طرف حكم المواجهة، الوجه المألوف في هذه البطولة تابعناه في أكثر من مباراة إلى جانب بقية الأسماء الشابة الحاضرة في هذه البطولة الدولية، بطولة الكأس الدولية المنظمة من طرف قنوات الكأس بشراكة مع الاتحاد القطري، اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة أسباير زون. طبعا البطولة تجرى على البساط الأخضر وملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، الأكاديمية التي تحتضن الأندية الحاضرة والفرق الحاضرة والأكاديميات الحاضرة في هذه النسخة التاسعة. يا سادة يا كرام، تصل كرة مرة أخرى للدفاع لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ، عرضية طويلة لمصلحة الفريق الروسي للجهة اليسرى دائما لزينيت. ضاعت كرة، عادت قطرية، انطلاقة مميزة جميلة، لكن الدفاع يتدخل والحكم يعلن عن خطأ لمصلحة فريق أكاديمية أسباير بعد التدخل اللي كان حاضر في حق من يبدو اللاعب رقم 16 طلال الشابي لاعب وسط الميدان المميز جدا حتى اللحظة في هذه المباراة. كل أسماء مميزة وحتى اللحظة ما صار مميز باستثناء طبعا الخسارة اللي كانت أمام إنتر ميلان في اللحظات الأخيرة. محمد سراج ينطلق محمد، والدفاع الروسي يتدخل يبعد كرة إلى ركنية، يقول خالد النابت لمصلحة الفريق العنابي. أبناء الكرة القطرية يحاولون من أجل الثالث الأكاديمية رويدا رويدا نحو مرماك يا بوتلوف. تدخل كان جميل بالمناسبة من جانب المدافع الروسي قبل أن تتحول كرة إلى ركنية لمصلحة أبناء الأكاديمية. نريد الثالث في هذه اللحظات، الثالث قد يشعل المباراة فيما تبقى من دقائقها. تلعب كرة عرضية جميلة رائعة مميزة مرت عليك يا بوتلوف، تتحول مرة أخرى إلى ركنية، مرة أخرى إلى ركنية، هذه المرة من الجهة اليمنى، كان قريب جدا منها اللاعب عبد العزيز النعيمي، عدت من فوق الروس، تحولت إلى ركنية لمصلحة أبناء الأكاديمية مرة أخرى. 2-0 وصولا إلى الدقيقة 27. يا سادة يا كرام، هل من مزيد وهل من مستجد وهل من جديد في هذه المباراة بأقدام ممكن من راسية لأبناء الأكاديمية؟ الآن جاسم الشرشني في التنفيذ كالعادة، عرضية من جاسم الشرشني تعود مرة أخرى لوسط الميدان للفريق الروسي، والصافرة خالد النابت حاضرة تعلن عن خطأ لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ، الفريق العريق اللي قلت بأنه تأسس عام 1925 تقريبا قبل 95 سنة، أي ما يقارب قبل 5 سنوات من إكمال
المئوية التاريخية لهذا الفريق الروسي اللي قلت بأنه سبق له أن عاش فترة زاهية على المستوى الأوروبي في سنة 2008 لما توج باليوروبا ليج على حساب غلاسكو وتوج بالسوبر على حساب المانيو. كرة وانطلاقة محمد سراج، بينية جميلة من أجل الثالث يا فضل الله، لكن الدفاع يتدخل. ماذا يفعل محمد سراج بدفاع نادي زينيت سان بيترسبورغ؟ يعبث باللون الأزرق، عبث، يصنع كل شيء، يراوغ، يمرر، يحضر، يهيئ مهاري محمد سراج. كرة من جديد روسيا هذه المرة في الجهة اليسرى، هل تأتي كرة عرضية؟ والدفاع يتدخل والكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة الفريق الروسي اللي قلت بأنه عاش حقبة زمنية ذهبية في عالم كرة القدم. 2008 توج على حساب غلاسكو باليوروبا ليج، وفي ذات السنة توج بالسوبر على حساب المان يونايتد. وما أدراك ما مانشستر، ما أدراك ما مانشستر يونايتد، الفريق الذهبي اللي كان والآخر يعيش فترة زاهية، خسر أمام زينيت سان بيترسبورغ. الفريق اللي عنده موارد مالية كبيرة جدا بالمناسبة، هو أغنى فريق على المستوى الروسي، وهذا أكيد ما يترجم ويؤكد الأسماء الكبيرة جدا الحاضرة في صفوف الفريق الروسي. هذه انطلاقة مميزة من محمد سراج، انطلق محمد، هيا كورة، هذه إعادة الهدف الأول بالمناسبة في نسخة كربونية للماري محمد سراج اللي تعودنا أن نتابعه من الجهة اليسرى بانطلاقاته، بسرعته، وأيضا بأهدافه، على اعتبار بأنه سجل في سون سامسونج، اليوم مرة أخرى يعود ويسجل في شباك زينيت سان بيترسبورغ، هذه المرة من ركلة جزاء في مرمى الحارس بوتلوف. 2-0 حتى اللحظة أيها السادة والسيدات، وكرة تتحول لرمية جانبية لأبناء زينيت سان بيترسبورغ، سيكون في تنفيذها اللاعب كولاكوف. هل من جديد حتى اللحظة في المباراة، مع التذكير بأن هذا اللقاء هو اللقاء العشرين ترتيبيا بالمناسبة، نعم 20 لقاء حتى اللحظة باحتساب هذه المباراة المهمة جدا ترتيبية في صراع المراكز من الخامس إلى الثامن. يعني الأندية التي خرجت في الدور الربع نهائي، حتى أشرح كثيرا للمشاهدين، الأندية اللي خرجت من دور الربع نهائي ستلعب مع بعضها البعض من أجل تحديد المراكز الخامس، السادس، السابع، والثامن، وبعد ذلك ستجرى مباريات ما بين الأندية المنازمة. كرة وانطلاقة محمد سراج، الحارس بوتلوف يتدخل يبعد كرة. في حالة انتصار أبناء الأكاديمية اليوم سيواجهون غلاسكو رينجرز طبعا، وصراع المركزين الخامس والسادس. الخاسر اليوم زينيت سيواجه نادي كاشيوا ريسول في صراع المركزين السابع والثامن. فضل الله يحصل على الخطأ حكم المباراة، نعم يعلن الخطأ لمصلحة سيف الدين فضل الله. الهدفان اللذان تابعناهما حتى اللحظة بالمناسبة يكملا 85 هدف حتى اللحظة في البطولة في 19 مباراة، ولكم أن تتخيلوا المعدل التهديفي في هذه البطولة، معدل كبير جدا، وفي آخر خمس سنوات أرقام تهديفية كبيرة جدا في مرحلة المجموعات، أيضا على مستوى المراحل الإقصائية. تصوروا الأمس باريس سان جيرمان انتصر على بالخمسة على زينيت سان بيترسبورغ، أكاديمية محمد السادس 3-2 على غلاسكو، ريال مدريد انتصر بسباعية على كاشيوا ريسول 2-2 في لقاء غلاسكو رينجرز وكاشيوا ريسول 2-0 حتى اللحظة في أول 10 دقائق، ونحن نصل إلى الدقيقة 30 لمصلحة أبناء الأكاديمية في شباك زينيت سان بيترسبورغ. أي أرقام، أي أرقام تهديفية كبيرة جدا حاضرة في هذه البطولة في نسختها التاسعة، البطولة التي يعني تزداد قيمة وتزداد مكانة وتزداد إثارة وتزداد متعة كلما استمرت، في انتظار طبعا النسخة القادمة لتكون أكثر جمالا. كرة عرضية طويلة تصل للحارس أمير كتول. باريس سان جيرمان بثلاثة ألقاب تاريخية، أحلام سباير بلقبي، الفريق الذي يغيب عن هذه النسخة وأيضا النسخة السابقة، فلومينينسي، ريال مدريد، غلاسكو، أندية سبق لها أن توجت بلقب وحيد في هذه البطولة يا سادة يا كرام. هناك أندية تصل للسومي فاينل، أكاديمية محمد السادس يصل للنصف النهائي في أول مشاركة، هناك أندية قد تتوج لأول مرة باستثناء طبعا ريال مدريد وباريس سان جيرمان. عرضية طويلة لمصلحة الفريق الروسي تصل مرة أخرى على مشارف مستطيل العمليات، وحكم المباراة يعلن عن خطأ لأبناء الأكاديمية، أكاديمية سباير للتفوق الرياضي. حتى اللحظة عنوانهم هو حاضرهم، حتى اللحظة تفوق بفارق 2-2 في مرمى بوتلوف. جان من الأنصار
والمتابعين وعشاق اكيد والمهتمين بمسار ابناء اكاديميه سباير في هذه البطوله. كره من جديد للجهه اليسرى تصل لمصلحه زينيت سان بيترسبورغ عن طريق مان كولاكوف. كولاكوف لوسط الميدان بلونه الازرق دائما لمصلحه زينيت سان بيترسبورغ الذي يحاول ان يعود في تفاصيل هذه المواجهه، يحاول ان تكون له كلمه على بعد 12 دقيقه او 13 دقيقه فقط من نهايه الشوط الاول. كره عرضيه في الجهه اليسرى، انطلاقه لابناء زينيت في الجهه اليسرى سان بيترسبورغ. زينيت للجهه اليسرى عن طريق كولاكوف، يعيد كره لوسط الميدان إيليا كيرش مرة أخرى. طونفيتسكي مرة أخرى في الجهة اليسرى، ضاعت كرة، التحضير من سيف الدين فضل الله والكرة تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ وصولا إلى الدقيقة 33 منذ بداية تفاصيل هذه المواجهة. 2-0 دائما، والثنائية تجعل طبعا العداد التهديفي هو 6 أهداف في المباريات الترتيبية حتى اللحظة في صراع المراكز من الخامس إلى السابع. كرة وانطلاقة في الجهة اليسرى والخامس إلى الثامن، كرة وانطلاقة عرضية طويلة والدفاع يتدخل والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان تتحول إلى رمية جانبية لنادي زينيت. طبعا الأمس كانت في مباريات ترتيبية، برشلونة انتصر على ألتي نوردو برباعية، وسبورتينغ لشبونة انتصر بهدف لصفر على حساب نادي سون سامسونج. المباريات اللي أجريت أمس كانت يعني تعني وتخص الفرق التي تصارع على المراكز من الثامن أو من التاسع إلى الثاني عشر، من التاسع إلى الثاني عشر، والفرق اللي كانت حلت في المركز الأخير سون سامسونج المجموعة الأولى، ألتي نوردو المجموعة الثانية، برشلونة المجموعة الثالثة، وسبورتينغ لشبونة كان حل أخيرا في المجموعة الرابعة. هكذا هو الصراع دائما مستمر ومستمد لأقدام اللاعبين في هذه البطولة الدولية للناشئين الأفضل والأبرز والأهم مونديالية وعالميا. كورة من تدخل من جانب أمير كتول، أمير كتول بطولة مر منها أسماء وقدمت أسماء كبيرة جدا، الآن يتلألأ اسمها في فضاء الكرة الأوروبية في الدوريات الخمسة كبرى. هناك أسماء مرت من تشامبيونز ليج عددها كبير جدا، أسماء كانت حاضرة في المونديال الأخير راشا 2018، وأسماء الآن تتألق رفقة أندية على غرار كينغسلي كومان، أشرف حكيمي، منير الحدادي، كل أسماء، أدريان رابيو، كل أسماء مرت من هنا. أكرم عفيف أيضا مر من هنا، عبد الكريم حسن حاضر في هذه الأكاديمية أيضا، مجموعة من الأسماء اللي مرت من هذه البطولة والآن لها باع كبير جدا رفقة أنديتها ومنتخباتها على المستوى القاري والمونديالي. الآن رمية جانبية، شلبان عبد الناصر، وهي كرة ضاعت مرة أخرى لمصلحة الفريق الروسي لوسط الميدان عن طريق فيلمينوف. فيلمينوف للجهة اليمنى، الأسماء الروسية متشابية، بوتلوف، فيلمينوف، بلوخونوف، روديونوف، كولاكوف، بيشنكوف، يعني كلها متشابهة يعني خاصة عند النهايات. كرة من جديد للجهة اليسرى تصل عن طريق محمد علي، يعيد كرة للحارس أمير كتول، أمير يطلبها محمد علي، يرسلها أمير كتول طويلة في اتجاه المهاجمين، تعود من جانب الدفاع الروسي دائما راسية في اتجاه سيف الدين فضل الله للشرشني، ضاعت منه، عادت مرة أخرى لمصلحة الفريق الروسي هذه المرة في الجهة اليمنى، البحث عن انطلاقة ممكن عرضية، يختار إعادة الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي الزينيت عن طريق إيليا كيرش أقرب اللاعبين في الجهة اليسرى. كولاكوف من على الخط، والدفاع يتدخل بطريقة مميزة، شلبان عبد الناصر يبعد كرة إلى خارج أرضية الميدان تتحول إلى رمية جانبية. كولاكوف في التنفيذ، إيليا كيرش في التحضير، عرضية تغيير مسار الكرة في الجهة اليمنى، التغطية من سيف الدين فضل الله، مر المهاجم الروسي، هي كرة لكن التغطية القطرية حاضرة، مرة أخرى سيف الدين فضل الله، هذا محمد سراج يعطيك أي شيء إلا الكرة، مستحيل أن تحصل على الكرة من بين أقدام محمد سراج لمساعد أن يقدم لك أي شيء باستثناء الكرة، لأنه يعشقها ويتعشقه ويتحب ويعرفها جيدا، وهو من سجل هدفين حتى اللحظة، خاصة في انطلاقاته وسرعته ومهارته في الجهة اليسرى، اللاعب الذي صنع الفرق في المقابلة أمام السورة يوسف الخطيب أحد الهدافية هذه البطولة، اللاعب اللي عنده هدفين،
عنده هدفين إلى جانب عبد العزيز النعيمي، أيضا سجل هدفين في هذه البطولة، هو أحد هدافي الفريق أكاديمية أسباير حتى اللحظة في بطولة الكأس الدولية. لجيا اليسرى مرة أخرى سيف الدين فضل الله، وهي كرة على الخط مرة أخرى لمصلحة أبناء الأكاديمية. سيف الدين يطلبها جاسم الشرشني، لم يحصل عليها جاسم في اتجاه محمد علي. للجهة اليمنى شلبان عبد الناصر، شلبان شلبان شلبان، وهي كرة في الجهة اليمنى، انطلاقة من جانب يوسف الخطيب، يوسف يوسف يبحث عن عرضية، يوسف راسية حاضرة من جانب الدفاع الروسي، والكرة بعد ذلك تتحول إلى خارج أرضية الميدان. أكاديمية سبايرا مان يا ربي أمان، شوف العرضية كيف كانت من جانب المتألق يوسف الخطيب، لكن الدفاع الروسي استغل طول قامة المدافعين، أبعد كرة أمام دهول وحيرة المدرب ديمتري بولياكوف الذي لم يجد الحلول حتى اللحظة نحو مرمى الحارس أمير كتول. يوسف الخطيب في التسديد وكرة إلى خارج أرضية الميدان. يعني من تابع لقاء أكاديمية سباير وإنتر ميلان يعرف بأن الأكاديمية قدم مباراة استثنائية كبيرة، يعني سيطر بالطول والعرض. أنا لا أقول هذا تمجيدا لأبناء الأكاديمية، لأنه الواقع ما تابعناه في لقاء الإنتر والخسارة كانت بهدف نظيف، كان من ركنية ومن عرضية سجل الفريق الإيطالي عند الدقيقة 83، وكان بإمكان أبناء الأكاديمية أن يعودوا بتسديدة في آخر اللحظات، يعني ارتطمت بالقائم الأيسر لفريق الإنتر ميلان. الفريق الإيطالي ليعتبر أحد الأندية الأكثر قيمة وأكثر مكانة وأكثر تاريخا يعني بالنسبة لهذه البطولة. كرة من جديد للجهة اليسرى، انطلاقة لمصلحة نادي زينيت، ضاعت الكرة، عادت لأكاديمية سباير، وحكم المواجهة خالد النابت يعلن عن خطأ لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ. هذا التدخل الماضي بهذه الطريقة واضح جدا الخطأ، وبالتالي حكم المواجهة لم يتردد أعلن عن مخالفة لنادي زينيت سان بيترسبورغ على بعد 7 دقائق فقط من نهاية الجولة الأولى في هذا الصراع وهذا السجال الكروي المستمر دائما على ملعب أكاديمية سباير لكرة القدم. الأكاديمية التي أنجبت أجيال وأجيال، خاصة الجيل الحالي بالنسبة لكرة القدم القطرية اللي حقق لقب تاريخي على حساب الساموراي على الأراضي الإماراتية. يعني سنوات من التأسيس وسنوات من العمل وسنوات من العمل القاعدي منذ عام 2004 تم افتتاح هذه الأكاديمية العالمية المونديالية. كرة من جديد لمصلحة نادي زينيت، بينية للجهة اليسرى عدت مرات إلى خارج أرضية الميدان، تتحول ركلة مرمى لمصلحة أمير كتول. بالله عليكم هل تابعتم فرصة حتى اللحظة لنادي زينيت سان بيترسبورغ في هذه المواجهة؟ ولا تهديد حقيقي لمرمى أمير كتول، وهذا يظهر جليا يعني الضعف الهجومي لهذا الفريق. ولو أنه سجل في دور المجموعات كان له حضور، لكن بداية من الأدوار الإقصائية الفريق تلاشى هجوميا دفاعيا. اوكي على المستوى الدفاعي هو الاهون، هو الاضعف، وهو من يستقبل حتى اللحظه 16 هدف، لكن على المستوى الهجومي كما ذكرت في دور المجموعات الفريق سجل 3 اهداف في شباك الريال، سجل 4 في شباك سبورتنج لشبونه، لكنه خسر يوم امس امام نادي باريس سان جيرمان في الخمسه، ليستقبل 7 اهداف في ظرف يومين، في ظرف 48 دقيقه فقط او 48 ساعه أو 24 ساعة بالتحديد. كرة من جديد، انطلاقة قطرية من الجهة اليسرى، حكم المباراة لم يعلن عن أي شيء، اعتبر بأن التدخل طبيعي وعادي جدا في عالم الجلد المدور. تصل مجددا للجهة اليسرى لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ، التغطية حاضرة مرة أخرى عن طريق بيشنكوف، يرسل كرة تصل لوسط الميدان عن طريق من الدفاع محمد علي. محمد علي يطلبها دائما اللاعب الشرشني، جاسم الشرشني لم يحصل عليه، عادة لزينيت سان بيترسبورغ من أجل تقليص الفارق في الجهة اليسرى، يبحث على المرور، لكن الدفاع مرة أخرى بصلابة وباستبسال واستيصال مميز جدا للكرة. مرة أخرى للجهة اليمنى لمصلحة نادي زينيت، وحكم المواجهة يعلن عن خطأ لنادي زينيت سان بيترسبورغ. الحكم خالد النابت الذي يقود هذه المواجهة بعدما كان حكما رابعا في لقاء غلاسكو رينجرز وكاشيوا ريسول، لقاء اللي أعيد وأكرر بأنه شهد 4 أهداف، وانتهى بركلات الترجيح لمصلحة حامل اللقب الفريق الإسكتلندي نادي غلاسكو. والمنتصر اليوم سيواجه أكيد الفريق الإسكتلندي نادي غلاسكو رينجرز، الفريق التاريخي والفريق المرجعي. أمير كتول يرسل كرة عرضية طويلة تصل في اتجاه من يطلب المهاجم،
يطلب المهاجم خلف المدافعين محمد القريشي، لكن كرة تصل لبوتلوف مرة أخرى لوسط الميدان لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ. البحث عن كرة عرضية في الجهة اليمنى لزينيت، للجهة اليمنى للمارد الأزرق فيلمينوف. فيلمينوف مجددا لزينيت، ضاعت كرة عادت لأبناء الأكاديمية سيف الدين فضل الله لوسط الميدان، تضيع كرة تعود مرة أخرى بألوانها الزرقاء بالألوان السماوية الصافية هنا في أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، وكرة تتحول إلى رمية جانبية. أمسية باردة مميزة طبعا واستثنائية و مناسبة من أجل متابعة مباريات في المستوى العالي خاصة من الجانب البدني. وبالنسبة لزينيت سان بيترسبورغ اللي خاض لقاء أمس كان متعب جدا أمام باريس سان جيرمان خسر بالخمسة، اليوم المدرب ديمتري يقوم بخمس صغيرات بالتمام والكمال مقارنة بآخر لقاء أمام نادي باريس سان جيرمان. مجموعة من الأسماء، الحارس بوتلوف لم يكن حاضر في لقاء البي اس جي، الحديث عن بلوخونوف المهاجم، بيشنوكوف رقم 17، شيرشوف إلى جانب طون فيتسكي أيضا أحد الأسماء التي لم تكن حاضرة في لقاء البي اس جي لكنها اليوم حاضرة في هذه المباراة الترتيبية. مرة أخرى إلى رمية جانبية تتحول لمصلحة أكاديمية أسباير من الجهة اليمنى 2-0 دائما. أيها السادة والسيدات، فرصة لعرضية لكن الدفاع يتدخل من أمام، محمد القريشي تتحول إلى ركنية لمصلحة فريق أكاديمية أسباير. أبناء الأكاديمية يحاولون كي تأمين النتيجة والركور التهديفي عند خواتيم الجولة الأولى، الدقيقة 44 في بدايتها في انتظار ليحضر الهدف الثالث ولتحضر بصمة أخرى ممكن من عبد العزيز أو يوسف الخطيب، أيا كان المهم أن تكون في الشباك. مرة أخرى الجهة اليسرى، روسيا انطلاقة، تحضير كرة بالراس، يوسف الخطيب ضاعت منه، يا السعيدة مرة أخرى صلابة كبيرة ليوسف، يوسف يبحث عن أقرب اللاعبين، بينية للجهة اليمنى في اتجاه محمد بالكعب جميلة، الله 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 يا محمد سراج، ما أروعك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وسيف الدين فضل الله، وكرة مميزة تتبوى الأخشاب إلى خارج أرضية الميدان. محمد سراج أوكي وداف لكنه مهاري، شوف كيف هي بالكعب 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 بالكعب، عنده عين ثالثة، عنده خمسة أعين ممكن ستة، هيا كرة لم يعينها لم يتابع الجميع، وكرة خطيرة جدا، حذاري 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 يا مصطفى أبو ليلى الكابتن ولاعب الارتكاز بكرة مرت جانبية، هذا اللاعب محمد علي اللي كان وراء الكرة السابقة عدت إلى ركنية لنادي زينيت سان بيترسبورغ، لكن كرة اللاعب محمد سراج كانت رائعة وكانت مميزة جدا للاعب استثنائي أكيد سيكون له مستقبل حافل داخل كرة القدم القطرية، داخل الأكاديمية بالخصوص وداخل يعني النادي الذي سيلعب إليه وأيضا مع المنتخبات السنية القطرية. بداية من فئة الناشئين، كرة عرضية طويلة راسية عدت مرة تصل إلى الجهة اليسرى دائما لمصلحة نادي زينيت، مرة أخرى بكرة عرضية يلعبون على نقاط قوتهم، كرة تسدد لكن تصل سهلة للحارس أمير كتول. هي الثواني معدودة أيها السادة والسيدات وينتهي رهان الجولة الأولى في انتظار الشوط الثاني كيف سيكون، وفي انتظار الوقت البديل بكم سيقدر من طرف حكم المواجهة خالد النابت. طبعا الحكم الرئيسي ومن يقدر، والحكم الرابع هو من يعلن عن الوقت البديل، أعتقد سيقدر بدقيقة واحدة فقط، هي 60 ثانية وتنتهي تفاصيل هذه المواجهة حتى اللحظة. 2-0 أيها السادة والسيدات، محمد سراج سجل ويوسف الخطيب دون الهدف الأول في هذه المباراة، وحكم المواجهة يعلن عن خطأ على مشارف مستطيل العمل يحصل عليه خالد النابت، خطأ أو يعلن عليه خالد النابت لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ. من على الجهة اليسرى لزينيت الفريق الروسي أكيد سيبحث عن تقليص الفارق في وقت أعلن حكم المباراة عن بطاقة صفراء في وجه يوسف أو جاسم الشرشاني. جاسم الشرشاني بعد التدخل أعتقد بطاقة صفراء مستحقة في وجه جاسم، وخطأ روسي قد يكون هو الأخير، الفرصة الأخيرة أكيد في هذه المباراة. السؤال، هل تكون في مرماك أمير أم أنك تور قد يكون في التصدي أو قد تكون
يكون بعيد عن الاخشاب كسيناريو ثالث واحتياطي. الان خطا لمصلحه زينيت سان بيترسبورغ. نيكيتا رقم 6 من سيكون في التنفيذ، لاعب وسط الميدان الارتكاز نيكيتا يبحث عن مرمى امير. امير يتحسس الخطر ويعطي اكيد الامتار القانونيه ويعطي ايضا المكان المناسب بالنسبه لحائط الصد. كره من نيكيتا، نيكيتا وامير، نيكيتا بطريقه غير مباشره اضعها بطريقه غريبه قد تتحول لمرتده انطلاقه قطريه في اخر فرصه في هذه الجوله الاولى، قد ياتي الثالث في اخر لحظات. ينبغي التعامل بذكاء، اختار المرور، اختار المرور وحكم المواجهه في هذه اللحظات. ينهي الجوله الاولى بثنائيه كانت فرصه مناسبه من اجل الهدف الثالث وهدف الامان لمصلحه ابناء اكاديميه تصبير. 2-0 مباراة تألق فيها محمد سراج، هدف فيها أيضا يوسف الخطيب. أعود وألتقيكم أيها السادة والسيدات بعد ربع ساعة من الآن، لكن أنتقل للاستوديو. قبل الاستوديو هناك فاصل إعلاني وبعد ذلك تلتقون بالزميل سعود غانم. إلى اللقاء. شكرا لك زميلي سعود غانم، الشكر موصول ايضا لضيفيك الفاضلين الكابتن ربيع العفوي والكابتن طلال البلوشي على تحليلهم القيم والمفيد لمجريات 45 دقيقة أولى لانتهت لمصلحة أكاديمية أسباير بثنائية إمضاء يوسف الخطيب وتسجيل محمد سراج اللاعب الأفضل في 45 دقيقة أولى. الشوط الثاني كيف سيكون؟ رقم 4 يغادر محمد علي، تغيير مع بداية الجولة الثانية ودخول أيضا اللاعب يوسف النوري كأولى التغييرات في هذه الجولة الأولى وفي هذه المباراة ولكلا الفريقين في شوط ثاني منتظر أن يكون مثير أيها السادة والسيدات. قلت بأن يوسف الخطيب من سجل أول عند الدقيقة الرابعة قبل أن يسجل محمد سراج الهدف الثاني عند الدقيقة التاسعة. ثنائية كانت في أول 10 دقائق والسيطرة كانت مستحقة في مرحلة أولى من هذه المباراة الترتيبية ما بين فريق أكاديمية أسباير ونادي زينيت سان بيترسبورغ الفريق الروسي الذي يحضر للمرة الأولى في هذه البطولة في أول إطلالة في أول مشاركة وفي أول حضور له في بطولة الكأس الدولية. كيف ستكون الأمور في الشوط الثاني؟ هل بإمكان فريق أكاديمية أسباير أن يؤكد سيطرته وسطوته وصحوته أكيد على مدار دقائق المواجهة مع أن نادي زينيت سان بيترسبورغ سيعود ويعادل الأمور وقد يعود في مجريات المباراة؟ كل شيء ممكن يا سادة يا كرام في عالم الجد المدور، لكن الأكيد أن المرحلة الأولى كانت ببصمة قطرية بأفضلية كانت واضحة تهديفيا أيضا على مستوى السيطرة والاستحواذ وأيضا على مستوى الفرص الحقيقية للتهديد والتسجيل، بصمتين اثنتين في أول 45 دقيقة. الشوط الثاني بدون أي تغييرات من جانب الفريق الروسي بقيادة المدرب ديمتري بولياكوف، وكرة قطرية قد تعلن عن الهدف الثالث مع الانطلاقة، لكن مرت محادية لبوتلوف تتحول إلى ركنية. يقول حكم المواجهة خالد النابت الذي يذكر بأنه حكم الساحة إلى جانب عبد الملك العامري صادق التميمي كحكمين مساعدين ومسعود القحطاني كحكم رابع لهذه المواجهة. أيها السادة والسيدات، هي ركنية وبعدها سأعيد التذكير بتشكيلة كلا الفريقين لمن التحق بنا الآن دائما وأبدا عبر قنوات الكاس الرياضية. كرة عرضية ركنية جميلة، الراسية حاضرة وبوتلوف في حماية العرين. إلى جانب بوتلوف يتواجد رقم 2 يوري كولدين، إليا كيرش 4، 6 نيكيتا، 8 فيلمينوف، 9 بلونوف بلوخونوف، رقم 10 روديونوف، 15 كولاكوف، 17 بيشنوكوف، رقم 20 شيرشوف، ورقم 21 تونفيتسكي.
المدافع الروسي في المقابل تغيير وحيد كما ذكرت بالنسبة لفريق أكاديمية أسباير، دخول يوسف النوري مكان اللاعب محمد علي اللي اكتفى بمرحلة أولى ممكن متأثرا بالإصابة. أمير كتولك حارس مرمى، بقية الأسماء شلبان عبد الناصر 2، 3 سيف الدين فضل الله، مصطفى أبو ليلى 6، جاسم الشاشني 8، محمد القريشي 9، 11 محمد سراج، يوسف الخطيب 12، عبد العزيز النعيمي رقم 14، 16 طلال شابي، والبديل يوسف النوري المدافع اللي دخل مع بداية الجولة الثانية. ذكر بأن المباراة بقيادة هذا الحكم خالد النابت لوكاس أندريس قام بتغييرين 2 مقارنة بآخر لقاء ضد إنتر ميلان الفريق الإيطالي، لاعبان 2 لم يكونا حاضرين بشكل رسمي، يوسف الخطيب وطلال الشابي يدخلان مكان بارك شنان ومادي المعجبة. هذا عن بداية المباراة. ماذا عن بداية الشوط الثاني اللي قلت بأنه يشهد تغيير وحيد حتى اللحظة بالنسبة لفريق أكاديمية أسباير؟ مرحلة أولى كانت مميزة بالسيطرة والاستحواذ وبأفضلية، وكان بإمكان أكاديمية أسباير أن يسجل الثالث ويضيف الرابع ويؤمن الغلة والنتيجة في هذه المباراة الترتيبية في الصراع ما بين الأندية اللي خرجت من دور الربع النهائي. زينيت خرج أمام باريس سان جيرمان بالخمسة، وأكاديمية أسباير خسر بصعوبة جمة أمام الفريق الإيطالي إنتر ميلان إنترناشيونال بهدف لصفر في آخر اللحظات. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة أكاديمية أسباير للدفاع عن طريق اللاعب رقم 2 سيف الدين فضل الله للجهة اليمنى، يستلمها شلبان عبد الناصر، شلبان ضاعت منه، عادت مرة أخرى روسية في الجهة اليسرى، انطلاق الفريق الروسي ليظهر بوجه مغاير في مرحلة ثانية منه. الأفضلية ستستمر لأبناء الأكاديمية. لوسط الميدان محمد سراج، اللاعب الذي نوه به الكباتن في الاستوديو التحليلي فدائية كبيرة جدا وشراسة ورغبة منقطعة النظير من جانب محمد سراج، على اعتبار بأنه كان صاحب الأسيست في الهدف الأول وكان صاحب أيضا الهدف الثاني سجله، لكنه هو من حصل عليه بعدما تسبب في ركلة جزاء في الدقائق العشرة الأولى لهذه المباراة. كورة وانطلاقة في الجهة اليمنى، عرضية طويلة لأبناء الأكاديمية، وبوتلوف في المكان المناسب. بوتلوف في المكان المناسب، الحارس الأكثر تلقيا للشباك، مرمى زينيت سان بيترسبورغ الأكثر استقبالا بالمناسبة في هذه البطولة برصيد 16 هدف في المقابل أكثر الواصلين في مسابقة الكأس الدولية. يبقى نادي ريال مدريد اللي سجل 18 هدف من بينها السباعية في شباك كاشي وريسول في دور كوارتر فاينال. الريال سجل 5 على زينيت وأمضى 4 في شباك سبورتينغ، وسجل أيضا سباعية في شباك الفريق الياباني كاشي واللي خسر قبل هذه المباراة أمام غلاسكو رينج، وبالتالي سيلعب من أجل صراع المركزين السابع والثامن في بطولة الكأس الدولية. اليوم صراع المراكز، غدا صراع الندية والشراسة بتواجد مغربي لأكاديمية محمد السادس ضد مدرسة إسبانية. ريال مدريد بتاريخي وأيضا بحمولتي على اعتبار بأنه حامل اللقب قبل نسختين من الآن، لقاء والآخر إيطالي فرنسي ما بين انتر ميلان وباريس سان جيرمان، مباراة أخرى لننتقل لها مياه عن اللقاء المذكور سلفا. غدا مواجهتين اثنتين حارقتين دائما وأبدا عبر قنوات الكأس الرياضية، المنظم لهذه البطولة والناقل الحصري لمواجهتها. رقم 7 مبارك شنان يدخل في هذه اللحظات بعدما كان رسميا في لقاء الانتر مكان المدافع شلبان عبد الناصر. هل يفكر لوكاس أندريس في خيارات هجومية؟ هل يريد الثالث؟ أكيد هو لم يؤمن النتيجة حتى اللحظة بفارق هدفين على بعد 40 دقيقة. يقحم مهاجم مكان أو يقحم لاعب وسط ميدان هجومي مكان اللاعب المدافع شلبان عبد الناصر. قد يغير من ناجي التكتيكي، من يدري، قد يستعين بثلاثة مدافعين فقط بتواجد سيف الدين فضل الله إلى جانب يوسف الخطيب. كرة من جديد لوسط الميدان، ضاعت كرة عادت لأبناء الأكاديمية للدفاع، تعود الكرة عن طريق أمير كتول. تغييران حتى اللحظة بعدد التغييرات سجلت الأهداف في هذه المباراة لمصلحة أبناء الأكاديمية. تحضر كرة من مناطق الدفاع عن طريق أمير كتول. أمير كتول حارس المرمى حتى اللحظة، البياض لا زال مسيطرا على شباكه في هذه المواجهة، والهدف استقبله حتى هذه اللحظات. أقول وهو من استقبل هدف أمام إنترناشيونال في دور الربع النهائي. كرة من جديد للجهة اليسرى لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ.
أكيد الأرقام مختلفة متضادة غير متوازنة ما بين كلا الفريقين. قلت بأن زينيت الأكثر استقبالا ب 16 هدف، في المقابل أكاديمية سباير كان استقبل هدف أمام سون سامسونج، واستقبل أربعة أهداف أمام غلاسكو، واستقبل هدف أمام إنتر ميلان، وبالتالي الفريق استقبل حتى اللحظة ستة أهداف في هذه المسابقة، متفوق دفاعيا على حساب نادي زينيت سان بيترسبورغ. كرة من جديد للفريق الروسي، انطلاقة تعود من جانب الدفاع، كرة وانطلاقة روسية من أجل تقليص الفارق، وكرة محادية لمرمى أمير كتول. أولى الكرات الروسية الخطيرة في الشوط الثاني، الفريق انتظر إلى الجولة الثانية حتى يصنع أخطر كرة، أخطر فرصة، أخطر وصول. شوف لإعادة، شوف لإعادة، مرت محادية لمرماك يا أمير. انفراد من جانب المهاجم الروسي بلوخونوف، لم يجد التعامل مع الكرة لتضيع بذلك فرصة روسية كانت مناسبة في أول لقاء روسي قطري في هذه المسابقة. نعم، أول لقاء روسي قطري في هذه البطولة، وأول لقاء للأكاديمية ضد فريق روسي. السنة الماضية كان حاضر سبارتاك، لم تكن حاضرة المواجهات. رقم 21 أمامنا الصورة، يدخل أيضا عبد الرحمن النعيمي بتغييرات لوكاس ساندريس في هذه الجولة الثانية، ثلاث تغييرات متتالية مع بداية الشوط الثاني. كرة وانطلاقة لأبناء الأكاديمية أسباير من أجل الثالث، استلام جميل محمد سراج، والدفاع الروسي يتدخل، والكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية تتحول لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ. عبد الرحمن النعيمي رقم 21 من دخل. تعود الكرة مجددا لوسط الميدان لمصلحة أبناء الأكاديمية، والدفاع يتدخل، والكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية لنادي زينيت سان بيترسبورغ في مباراة تستمر في دقائق حتى اللحظة، تسع دقائق منذ بداية الشوط الثاني من هذه المواجهة الترتيبية المهمة جدا. وأنا ذكرت بأن المنتصر سيواجه حامل اللقب اللي كان انتصر على حساب كاشي وريسول بركلات الترجيح. هل نتابع سيناريو ركلات الترجيح مرة أخرى؟ من يدري، كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، مع التذكير بأنه لقاء غلاسكو وكاشي هو اللقاء الوحيد اللي انتهى بركلة الترجيح بعد هدف ياباني كان في اخر لحظات المواجهه في شباك غلاسكو. الله 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 على تمريره، الله على تحضير رائع جدا لابناء الاكاديميه من الجهه اليمنى عن طريق يوسف الخطيب، يبحث عن اقرب اللاعبين، وعيد كره في وسط الميدان، يطلبها المدافع سيف الدين فضل الله، يحصل عليه ويعيد كره للحارس امير كتول. امير اقرب اللاعبين، يرسل كره عرضيه للجهه اليسرى في اتجاه سيف الدين، لكن بعيده مرات الى رميه جانبيه لنادي زينيت سان بيترسبورغ. مرة أخرى للدفاع، حذاري من المخاطرة، حذاري من التراجع البدني والذهني. لم تنتصروا بعد، لم تحققوا الانتصار بعد، لم تفوزوا بعد، لم تحسموا أمور المواجهة بعد، لا زال في عمر المباراة بقية ونحن عند بداية الشوط الثاني. التدخل حاضر والصافر أيضا حاضر من جانب خالد النابت، يعلن عن خطر مصلحة نادي زينيت. تنفذ كرة بسرعة للمارد الأزرق للفريق الروسي في الجهة اليمنى، حذاري يا أمير، حذاري يا مدافع، كرة خطيرة جدا مرة أخرى تضيع، تضيع كرة مميزة لنادي زينيت سان بيترسبورغ مرة أخرى بنفس الأسلوب. ماذا يجري مع بداية الشوط الثاني؟ انفرادان اثنان مع بداية الجولة الثانية، المرحلة الثانية كادت أن تأتي ببسمة روسية. شوف كيف انفرد، وشوف كيف سدد، غاب عنه التركيز شيرشوف رقم 20، لاعب وسط الميدان بحث عن أولى أهدافه في هذه البطولة، مرت محادية لمرمى أمير. صنعوا فرصتين اثنتين في أقل من خمس دقائق، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول والترجمة والتهديف في انتظار هل تحضر النجاعة. وأنا ذكرت بأن النجاعة مطلوبة في عالم كرة القدم، والدرس أكيد مستفاد من أبناء الأكاديمية أمام الانترناشيونال. مرة أخرى للجهة اليسرى، محمد سراج، محمد عدى، محمد سراج يبحث عن التمرير، محمد يؤيي كرة، ينطلق محمد لكن الدفاع يتدخل. تعود الكرة مرة أخرى لنادي زينيت للدفاع عن طريق إليا كيرش، إليا المدافع اللي عنده هدف حتى اللحظة في البطولة، للجهة اليسرى لأبناء زينيت. تحضر كرة لوسط الميدان عن طريق فيلمينوف، فيلمينوف للجهة اليمنى رقم 2 يوري جولدين، يوري جولدين، يوري يوري بعينية جميلة روسية يحصل عليها، له هجوم الأوفسايد، هل يبحث عن المراوغة؟ بلوخونوف للجهة اليمنى دائما لنادي زينيت، عرضية لكن الدفاع يتدخل. تعود الكرة لكن هذه المرة الراية مرفوعة، والتسلل حاضر
على المهاجم الروسي اللاعب رقم 9 بلوخونوف اللي كان خارج اللعبة بعدما ارتدت الكرة من المدافع. وحكم المباراة أعلن عن تسلل بالرغم من أنه المدافع من أرجع الكرة، اعتبر بأنه المدافع كان مجرد جسر. آخر من لمس الكرة أعلن المساعد الأول السيد عبد الملك العمري عن تسلل لمصلحة أبناء الأكاديمية، سيكون في تنفيذ أمير كتول. دائما المواجهة تستمر 2-0 نتيجة الشوط الأول. حذر يا أمير قد تنظر في هذه اللحظات، ترسل الكرة عرضية من أمير، تصل دائما بالرأس، تعود مرة أخرى لوسط الميدان لأبناء زينيت سان بيترسبورغ في الجهة اليمنى، يطلبها اللاعب شيرشوف. شيرشوف 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 بعيدية من شيرشوف لم تمر على جاسم الشرشني. مرة أخرى روسية في الجهة اليسرى، انطلاقة لنادي زينيت الذي يبحث عن التقليص. أكاديمية سباير يتراجع دفاعيا من أجل التأمين ومن أجل الحفاظ على نظافة الشباك، وكرة تتحول إلى ركنية. لكن هذا الدفاع المبالغ فيه قد يعطي ثقة للفريق الروسي، وقد يشهد هدف مع بداية الجولة الثانية في أول ربع ساعة، لأنه يريد أن يعود في هذا التوقيت بالذات، مهم جدا لنادي زينيت سان بيترسبورغ أن يسجل قبل الدقيقة 60. الآن فيها ركنية مرة أخرى لزينيت من الجهة اليسرى. 2-0 حتى اللحظة أيها السادة والسيدات في هذه المباراة. زينيت يبحث عن الثالث، كرة عرضية الثالث في المباراة تقول، والأول للفريق الروسي، تغادر لتأتي بركلة مرمى لمصلحة فريق أكاديمية أسباير. الارتقاء اللي كان حاضر من جانب المدافع إليا كيرش، الكابتن المعروف بارتقاءات، وعلى اعتبار كان سجل هدف بالمناسبة في لقاء ريال مدريد. اللقاء اللي شهد 8 اهداف وانتهى 5-3 لمصلحة الميرينغي مدريد. مرة أخرى لمصلحة زينيت، زينيت يضغط في هذه اللحظات. أسباير ترك الفرصة وخالد النابت يعلن عن خطأ، يعلن عن خطأ لنادي زينيت سان بيترسبورغ على مشارف مستطيل عملية. تدخل كان حاضر من جانب اللاعب البديل يوسف النوري. يوسف النوري يتدخل في حق اللاعب شيرشوف، وبالتالي حكم المواجهة لم يتردد. السيد خالد النابت يعلن عن خطأ ليس بالبعيد، ليس بالبعيد، والخطأ العاشر لنادي زينيت سان بيترسبورغ في هذه المباراة. أمير كتول خذ بالك، خذ بالك، هذه ديالك ليست بالبعيد عن مرماك يا أمير كتول، تقريبا في المنطقة الوسطى لمنطقة الجزاء. حكم المباراة يشكل حائط الصد، طبعا في القوانين الجديدة لا ينبغي أن يكون فريق منافس مشكل أيضا أو يتواجد في حائط الصد، ينبغي أن يكون بعيد على الأقل بمترين. القوانين المعدلة في عالم التحكيم الرياضي. الآن فيها خطأ لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ. رقم 9 يقف على الكرة بلوخونوف، أقرب اللاعبين لتنفيذ بلوخونوف، يرسل كرة في المرمى، نعم في المرمى في الشباك لمصلحة نادي زينيت. قلت وذكرت بأن هذا التراجع المبالغ فيه في الشوط الثاني قد يعطي ثقة لنادي زينيت سان بيترسبورغ. الآن الثقة تترجم لهدف لوصول عن طريق بلوخونوف من ركلة حرة مباشرة في مرمى أمير كتول. 2-1 حتى اللحظة، زينيت يقلص الفارق وقد يعود في تفاصيل المواجهة. لا أمان لا استسلام لا طمأنينة مع عالم كرة القدم. مرت عدت بعيدة دون أي مراقبة تصل إلى مرمى أمير كتول وتعلن عن الهدف الأول لمصلحة زينيت سان بيترسبورغ. انطلاقة قطرية من الجهة اليسرى، لكن الدفاع الروسي في المكان المناسب. أول لقاء روسي قطري لينتهي بألوان عنبية. الفريق الروسي يريد أن يعود. شوف 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 شوف، رائعة 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 الكرة المميزة من جانب بارك شنان. حصل على كرة أعاد تمركز المدافعين وبحث عن الزاوية البعيدة لمرمى بوتلوف، لكن عدت إلى خارج أرضية الميدان. كان بإمكانه أن يسجل الثالث مباشرة بعد استقبال الهدف اللاعب بلوكونوف أو بلوخونوف اللي سجل قبل لحظات من الآن، قبل دقيقة من الآن، من كرة مباشرة رائعة لم تترك أي حد للحارس أمير كتول. 2-1 2-1 هدف يرفع العداد التهديفي لهذه البطولة أيها السادة والسيدات إلى 85 هدف. 85 هدف حتى اللحظة في بطولة الكاس الدولية. هل من مزيد؟
هل من مزيد في أرقام تهديفية؟ السيدنية تحضر لأول مرة في بطولة الكاس عند النسخة التاسعة. الآن في رمية جانبية لمصلحة زينيت سان بيترسبورغ، الفريق الروسي بدأ يحصل على الثقة، بدأ يحصل على الثقة لأنه سجل ولأنه أراد ما وجد ما أراد. تراجع قطري في الجولة الثانية يعطي أفضلية لنادي زينيت. كرة من جديد، مباراة قد تشهد متغيرات أخرى. تصل من جديد في الجهة اليمنى، تعود من جانب الدفاع مرة أخرى روسية، تعود لأكاديمية تصبير في الجهة اليسرى عندهم محمد سراج ينطلق والكرة تتحول إلى رمية جانبية. لا أمان في عالم الجلد المدور، نادي زينيت قد يعود ونادي أو فريق أكاديمية تصبير قد يسجل الثالث، قد يطمئن ينطلق من وسط الميدان، يمر عنده فرصة للتبرير في الجهة اليسرى. تسرع كانت في متابعة من محمد سراج، لو تأخر يعني قليلا وهي كرة في اتجاه محمد كانت ستأتي بالخطر. مجددا للجهة اليمنى عن طريق نادي زينيت، ضاعت الكرة، عادت لأبناء الأكاديمية، محمد يحصل على الفاول. في كل كرة، في كل لقطة، في كل صورة لابد وأن تجد أقدام محمد حاضرة. لاعب فدائي، لاعب كبير جدا، لاعب يعني يقدم مجهود بدني وسخاء بدني كبير جدا في هذه المباراة. الآن فيها خطأ من الجهة اليسرى، يقف على الكرة الجاسم الشرشني وصولا إلى الدقيقة 63. يبدو بأنه سيكون تغيير هذه المرة لمصلحة الفريق الروسي. رقم 11 من سيدخل؟ كوزلوف هداف الفريق بالمناسبة، اللاعب اللي كان سجل في مرمى الريال وسجل أيضا في مرمى سبورتينغ لشبونة، لكن قبل ذلك رقم 5 من يدخل غريغوريف يدخل مكان اللاعب رقم 15 كولاكوف، يدخل مدافع مكان مدافع، وفي تغيير ايضا 11 مكان اللاعب رقم 20 الحديث عن شيرشوف مركز بمركز من جانب المدرب ديمتري بولياكوف، في تغييرين اثنين متتاليين. هذا يغادر امامنا رقم 20 شيرشوف، تغييران اثنان من جانب المدرب. يبدو بانه في تغييرات قادمه، رقم 18 نيكيتا لوزان يدخل مكان اللاعب رقم 17 ايضا بيشنكوف، ويدخل ايضا رقم 19 اللاعب استيلبوف مكان اللاعب رقم 8 فيلمينوف. عدد كبير جدا من التغييرات يقوم به المدرب ديمتري بولياكوف، اسماء اللي كانت حاضره بالمناسبه في لقاء باريس سان جيرمان تحضر الان تدخل كبديله في هذه المواجهه، خاصه الثلاثي الاخير. كره عرضيه طويله مرت عدت من امام الجميع، راسية حاضره والدفاع يتدخل، تتحول الكره من الجهه اليسرى لمصلحه نادي زينيت سان بيترسبورغ، للجهه اليسرى للمارد الازرق الفريق السماوي يبحث عن اعاده المباراه الى نقطه البدايه، واكاديميه اسباير لا يتمنى ان يحدث هذا السيناريو. طبعا في حاله التعادل في ركلات ترجيح، ركلات حاسمة، ركلات يحضر فيها الكثير من التوفيق وعدم التوفيق. كرة من جديد للجهة اليسرى لنادي زينيت، الضغط قطري، كرة روسية، الضغط قطري، الساصلة أخذها منه يا محمد، يا سراج يا هداف يا فنان يا كورة رائعة، لكن الدفاع يتدخل. محمد سراج فعل كل شيء، راوغ مرة سلة من خلف المدافعين، راوغ الحارس، ثبت المدافعين وسدد كورة بعدها المدافع. أي سيناريو عرضية طويلة تصل لمحمد سراج، يستلم محمد، يبحث عن المرور محمد، يبحث عن تسديد محمد، صعب أن تأخذ الكرة من أقدام محمد. ضاعت مرة أخرى، تعود روسية في الجهة اليسرى، هذه المرة انطلاقة من طرف اللاعب بلوخونوف والكرة تتحول إلى رمية جانبية. فعلا كرة كانت مميزة، كان بإمكاننا أن نعاين من خلال هدف ثالث لأكاديمية تصبير عن طريق محمد سراج، لكن المدافع الروسي تابع الكرة لآخر لحظة وأبعدها إلى خارج أرضية الميدان. الآن كرة سماوية زرقاء اللون لنادي زينيت سان بيترسبورغ في الجهة اليسرى، الدفاع القطري يتدخل، تعود مرة أخرى للمارد الروسي، يريد أن يتمرد في الشوط الثاني ويعيد المباراة من أجل الأماني. عرضية طويلة وأمير، ولكن الدفاع يتدخل، الدفاع في الإبعاد، حذاري، يتدخل جاسم الشرشني، والكرة بعد ذلك تتحول إلى رمية جانبية. نادي زينيت بعد التغييرات اللي قام بها يريد أن يرفع من إيقاع المواجهة، بينما هذه الكرة المميزة فعل فيها كل شيء محمد سراج، سدد كرة بعدما انفرد مع المرمى،
لكن كان هنالك حاجز روسي للمدافع رقم 21 اللاعب تونفيتسكي، أبعد كرة إلى رمية جانبية في آخر مشهد، والصورة كادت أن تأتي بالهدف الثالث لأبناء الأكاديمية. محمد سراج مرة أخرى، محمد ينطلق، محمد يبحث عن أقرب اللاعبين في الجهة اليسرى، انطلاقة، السرعة مطلوبة، السرعة مطلوبة، الشراسة مطلوبة، والكرة تتحول لرمية جانبية لنادي زينيت سان بيترسبورغ. أي مباراة في هذه اللحظات وأي إثارة في هذه اللحظات بالذات، صراع كبير جدا، هجمة هنا هجمة هنالك، الأكاديمية من أجل التأمين، وزينيت سان بيترسبورغ من أجل إعادة المباراة إلى نقطة الانطلاق. تعود الكرة أمير كتول يرسل كرة عرضية طويلة، تعود من جانب الدفاع الروسي عن طريق البديل غريكوريف رقم 5، كرة روسية في الجهة اليسرى، حذر من التحضير لكن الدفاع يحضر، الدفاع حاضر في المكان المناسب، قطرية دائما لوسط الميدان في اتجاه سيف الدين فضل الله، يحصل عليها سيف الدين من الجهة اليسرى، يستلمها سيف الدين، يبحث عن أقرب لاعبين، صعوبة إخراج الكرة، المناطق أصبحت يعني متكتلة وأصبحت المساحات يعني شبه منعدمة، لأنه كل فريق يضغط على الفريق المنافس عندما يستحوذ على الكرة ويسيطر على الكرة. محمد سراج وهي كرة دائما، محمد ينطلق، عنده فرصة للتمرير، مرر، حضر كرة لمحمد سراج، ينطلق في الجهة اليسرى، محمد سراج يستلمها، محمد يبحث عن المرور، سيمر، والدفاع يتدخل ويبعد كرة في آخر لحظة عن طريق اللاعب يوري جولدين إلى خارج أرضية الميدان، تتحول إلى ركنية. محمد سراج فعل كل شيء بدفاعات الفريق الروسي نادي زينيت سان بيترسبورغ، لكن المدافع تدخل في آخر لحظة، أبعدها إلى ركنية لمصلحة فريق أكاديمية سباير، هذه المرة في الجهة اليسرى، أبناء الأكاديمية يبحثون عن الثالث، يبحثون عن هدف الأمان في ركنية التاسعة في هذه المباراة. يا السادة يا كرام، من سيكون في التنفيذ؟ هل هو جاسم الشرشني؟ جاسم يترك كرة لمحمد سراج، محمد يرسل كرة عرضية طويلة، وبوتلوف يغير مسار الكرة إلى الجهة اليمنى، تستمر كرة دائما لمصلحة نادي زينيت، تتحول إلى رمية جانبية لنادي زينيت سان بيترسبورغ من الجهة اليسرى. أفضل إنجاز روسي كان في النسخة الماضية، النسخة اللي شهدت أول حضور روسي في هذه البطولة لنادي سبارتاك موسكو، كان حصل على المركز السادس بعدما خرج من دور الربع النهائي أمام آيس روما وصيف البطولة، وخسر في المباراة الترتيبية أمام ريال مدريد، انتصر قبل ذلك على الحساب الفريق التركي نادي ألتين أوردو الحاضر في هذه النسخة، والفريق اللي كان غادر من دور المجموعات، المجموعة الثانية بالذات اللي عرفتها أكاديمية محمد السادس ونادي انتر ميلان. للدفاع عن طريق بوتلوف، يحضر كرة في اتجاه أقرب اللاعبين، إليا كيرش للجهة اليمنى، يوري جوليدين، يوري يسلمها، محمد سراج يبحث عنها، يوري لوسط الميدان رقم 6 نيكيتا، حضر كرة بينية جميلة لمصلحة الفريق الروسي، حذر من استقبال الهدف الثاني، نعم الهدف الثاني في هذه اللحظات عن طريق البديل كوزلوف. قلت وذكرت بأن الأمور لم تنتهي المواجهة، كوزلوف يسجل ثالث هدفه في البطولة وهدفه الثاني في هذه المباراة، أو الأول بعدما دخل كبديل من أجل تغيير وتبديل مسار هذه المباراة، استلم كرة خلف المدافعين وهي كرة في مرمى أمير كتول ليعلن عن افتتاح النتيجة مرة أخرى لزينيت سان بيترسبورغ. الفريق الروسي يعود في الشوط الثاني بعدما استقبل هدفين، أنهى المرحلة الأولى متأخر بفارق وصولين، الآن يصل ويهدف ويدون ويسجل بمداد أزرق لنادي زينيت سان بيترسبورغ عن طريق اللاعب كوزلوف رقم 11 البديل اللي كان رسمي في لقاء باريس سان جيرمان. لا أمان لا اطمئنان مع عالم كرة القدم، وكما ذكر الكباتن ينبغي التركيز خاصة في الربع الساعة الأولى، في الاستوديو كان حديث عن هذه النقطة بالذات، أن تنتصر وتتقدم بفارق هدفين لا يعني بأنك انتصرت، ينبغي أن تضغط لأنه خير وسيلة للدفاع في عالم كرة القدم الحديثة هي أن تهاجم، هي أن تبادر ولا تترك الفرصة للفريق المنافس. 2-2 يا سادة كرام، كرة روسية في الجهة اليمنى، عادت كرة مرة أخرى لأبناء الأكاديمية لوسط الميدان عن طريق جاسم الشرشني، المباراة تعود إلى نقطة البداية، يا هدف ثالث قطري، يا الثالث قد يكون روسي. مرة أخرى للجهة اليسرى لنادي زينيت، بدأ يكسب الثقة في دقائق المباراة، بدأ يريد أن يدخل في تفاصيل المواجهة في الجهة اليسرى، ودخل خلاص
لكن يحتاج لمن يخرجه مرة أخرى بهدف لمصلحة أبناء الأكاديمية، أكاديمية أسباير، في أقل من 19 دقيقة على نهاية تفاصيل هذه المواجهة. كرة من جديد روسيا، زينيت ينطلق، الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، نتابع سيناريو غلاسكو وكاشي وريسول 2-2، وبعد الركلات الترجيح على أين الأمر يبقى يعني وارد جدا. كرة من جديد تصل وسط الميدان، ضاعت كرة، عادت لأبناء الأكاديمية، لا وجود لفاول، فيها فرصة، فيها فرصة، فيها فرصة، فيها فرصة، فيها فرصة، السلامة محمد القريشي، تأخر محمد، ما زالت كرة مرة أخرى، محمد القريشي يرسل كرة لكنه تأخر، كان بإمكانه أن يسدد في أول وهلة ولو أن وجد نفسه فيس فيس مع المدافع الروسي، حاول أن يفتح الزاوية ويبحث عن الجهة اليمنى لكنه تأخر بعدما احتفظ بالكرة أكثر من اللزوم لتضيع كرة كانت مناسبة من أجل الهدف الثالث. الآن رمية جانبية لأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، الأبصار والأنظار تعاين، تراقب وتدون أكيد ما يجري في هذا البساط الأخضر. 2-0 في الشوط الأول، عودة وكامباك من جانب نادي زينيت سان بيترسبورغ، ضاعت كرة، كرة وانطلاقة لمصلحة نادي زينيت عن طريق بلوخونوف، بلوخونوف بينية مرة أخرى بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، لكن أمير كتول هذه المرة في المكان المناسب، أمير كتول في فراغات في دفاع أكاديمية أسباير، ينبغي الانتباه للخلل يا لوكاس ساندريس في فراغات في الدفاع. كرة من جديد، خاصة الكرات البينية، عرضية طويلة، والدفاع على مرتين يتدخل، يبعد كرة لتصل مرة أخرى لوسط الميدان، هدفان لهدفين. هل من جديد أن نتابع الخامس في هذه اللحظات، وأن نتابع الهدف الثالث لأحد الفريقين؟ كل شيء ممكن على بعد 17 دقائق. هذه الرباعية بالمناسبة ترفع الحصيلة التهديفية لمباراة الترتيبية إلى 13 هدف، نعم 13 هدف حتى اللحظة في المواجهات الترتيبية دون احتساب طبعا المباريات الإقصائية، حديث عن الربع النهائي في انتظار مباريات النصف النهائي، المواجهات التي ستجرى غدا دائما وأبدا عبر قنوات الكأس. أكاديمية محمد السادس في مواجهة ريال مدريد، إنتر ميلان في مواجهة باريس سان جيرمان، الفرق الأقوى في البطولة وصلت إلى السومي فاينل، الأقوى على مستوى الأداء، هناك فرق لم تكن مرشحة كأكاديمية محمد السادس ليحضر لأول مرة في أول مشاركة والثالث مشاركة مغربية بعد الرجاء والوداد، لكنه صنع المفاجأة وأقصى حامل اللقب غلاسكو رينجرز. هي قصة 90 دقيقة، من يعطي للكرة ستعطي، حذر يا أمير، حذر يا أمير، حذر يا أمير، حذر يا أمير، تدخل أمير في آخر لحظة وأبعد كرة إلى ركنية لمصلحة عناصر زينيت سان بيترسبورغ. أكاديمية أسباير تلعب بالخطر، تتحسس الضرر، شوف لعادة، شوف لعادة التسديدة المميزة، أمير أفلت الكرة قبل أن تتحول إلى ركنية في وقت أعتقد بأن الحكم أشار بطاقة صفراء، الحكم خالد النابت في وجه أحد مدافعي فريق أكاديمية أسباير. الآن هي ركنية من الجهة اليمنى عند الدقيقة 75، هي ربع ساعة يا سادة يا كرام، المنعرج الأخير في هذه المباراة، يا هدف روسي، هدف قطري، كرة عرضية طويلة مرت عدت لكن التغطية حاضرة، حذاري، حذاري، ينبغي الحذر، ينبغي الحذر، كرة روسية، وأمير مقاسية جميلة، مقاسية جميلة من جانب الفريق الروسي عن طريق الكابيتان، وعلى ما يبدو شوف كيف عادها المدافع قبل أن يهيئها، يحصل عليها بالصدر مقاسية اللاعب كوزلوف صاحب الهدف الثاني، لكن أمير في المكان المناسب. هذه كرة لأكاديمية أسباير، عندكم السرعة، عندكم المهارة، عندهم القوة البدنية والاندفاع. محمد، محمد سراج للجهة اليسرى، فرصة للتسديد من هذه المراوغة، يمر، وكرة في المرمى، نعم لأكاديمية أسباير، كرة تريدهم، نعم أرادتهم فكانت في الشباك، كرة في مرمى بوتلوف، الهدف الثالث من وضعية صعبة، من هدف لم يكن منتظر، من صورة غير مألوفة، يضع الهدف الثالث فريق أكاديمية أسباير. شوف الانطلاقة في الجهة اليسرى، السلامة محمد سراج، حضر محمد سراج، مراوغة كانت حاضرة من جانب البديل مبارك شنان، وكرة بمباركة في المرمى، في مرمى الحارس بوتلوف، تعلن عن الهدف الثالث، أبعدها المدافع، اصطدمت بمبارك شنان، أنصفته، جازته على مجهوده لتكون في مرمى بوتلوف، وتعلن عن الهدف الثالث لمصلحة أكاديمية أسباير 3-2. الآن مرة أخرى الأفضلية تعود للون العنابي،
الأفضلية تعود للأسماء والأقدام القطرية في أول لقاء قطري روسي في بطولة الكأس الدولية نسخة 2020 التاسعة تواليا. يا سادة الكرام، الثالث من مبارك شنان، شنان يعاين الهدف وأيضا يعانق العنان بهدف مميز جدا في مرمى بوتلوف. 3-2 خماسية حتى اللحظة. أيها السادة والسيدات، ترفع من الحصيلة التهديفية إلى 88 هدفا في هذه البطولة. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أكاديمية أسباير كان بإمكانه أن يستقبل الثالث ويستقبل ثلاثية في وقت حساس، لكن أعتقد بأن هذا الهدف سيعطي الثقة، هذا الهدف سيحرر الأذهان قبل الأقدام، لأنه أكاديمية أسباير عاش وضعية صعبة قبل أن يسجل له مبارك شنان من مرتدة سريعة قادها وهيأها المتألق محمد سراج. لمبارك انطلق، مبارك توغل، عاد يوري كوليدين قبل أن تصطدم بمبارك وتسكن شباك بوتلوف. 3-2 كرة من جديد، عرضية طويلة من جانب الحارس أمير كتول، مرة أخرى لأبناء الأكاديمية. لا لون يسود ولا لون يطغى عن اللون العنابي حتى اللحظة في هذه المباراة. الألوان الزرقاء الباهتة الملامح حتى اللحظة. محمد سراج بينية جميلة، الرابع 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 الرابع، يضيع 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 يا سيف الدين. فضل الله فضل الله، فضل التسديد بطريقة مباشرة على طريقة عبد الكريم حسن من يمتلك الصواريخ في قدمه اليسرى. هذه المرة سيف الدين فضل الله من سددها، لكن تبوات الأخشاب على المرمى. سيف الدين يتحسر يتحسر يتحسر، اعتقد بأنها في الشباك، حسبها في المرمى، ضمن في مرمى كيا بوتلوف، لكن على الأخشاب فرصة الهدف الرابع تضيع، فرصة الهدف الرابع تضيع، ولا زال في عمر المباراة بقية. السيناريوهات كلها واردة، ممكن يسجل زينيت ويعدل وممكن ينتصر، وقد يضيف أكاديمية أسباير الهدف الرابع ويطمئن ويؤمن نسبيا. أقول كرة من جديد للجهة اليسرى لنادي زينيت، تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى، أمير كتول في المكان المناسب. أعتقد بأنه فريق أكاديمية أسباير يحتاج إلى الهدف الرابع، لأنه إذا لم يسجل أعتقد بأن زينيت سان بيترسبورغ سيلعب دقائق قادمة من أجل التسجيل ولا شيء غير ذلك، لأنه يعتبر فريق جريح قادم من هزيمة كبيرة جدا أمام باريس سان جيرمان، كانت بالخمسة أمام باريس سان جيرمان. الأسماء اللي كانت أساسية لم تحضر اليوم وعددها خمس أسماء، يعني أو خمسة أسماء لم تكن حاضرة اليوم على الانطلاقة. دخلت في الشوط الثاني، أعتقد قدمت إضافة مرجوة للمدرب ديمتري بولياكوف، لكن حضر مبارك شنان وسجل الثالث وعاد فريق الأكاديمية للقمة. الآن تغيير لأبناء زينيت سان بيترسبورغ، موراديان أمامنا على الصورة، المدافع رقم ثلاثة مورانديان يدخل مكان اللاعب رقم أربعة، هذا هو مورانديان يدخل مكان إيليا كيرش، مركز بمركز، وكلا المدافعين سبق لهما أن سجل في هذه البطولة. المدافعون الروس معروفون بارتقاءاتهم البدنية بالنسبة لنادي زينيت سان بيترسبورغ، لذلك دائما ما تجد بصمة لمدافع وهدف لمدافع في بطولة الكأس الدولية. كرة من جديد في الجهة اليمنى، تصل عن طريق يوري كوليدين، عرضية أمير 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 أمير، يحصل عليها، يرتقي أمير في ارتماء جميلة ويحصل على كرة من فوق رؤوس المهاجمين الروس، مهاجمو نادي زينيت سان بيترسبورغ. أفضلية قطرية على حساب الكتيبة الروسية حتى اللحظة. 3-2 في لقاء مهم جدا، المنتصر فيه سيواجه نادي غلاسكو رينجرز من أجل رهان المركز الخامس. مركز خامس بعدما استعصى على أكاديمية أسباير وصول إلى السومي فاينل وإعادة الكرة وإنجاز 2019، وهو من كان يرغب أكيد في الوصول إلى الذهب البطولة بعدما حقق الوصافة سنة 2017 أمام نادي ريال مدريد ووصل إلى السومي فاينل، خرج أمام نادي آيس روما في النصف النهائي قبل أن يحصل على المركز الرابع من بوابة كاشيو الريسول صاحب برونزية نسخة 2020 النسخة الثامنة لبطولة الكأس الدولية. للدفاع مرة أخرى لمصلحة نادي زينيت عند الدقيقة 81 على بعد 9 دقائق فقط من نهاية مجريات هذه المباراة. 3-2 دائما، اللون العنابي والأكثر صدوعا ووضوحا
متن وتلا ألوان في فضاء ملعب خالد سلمان الملعب المونديالي. مرة أخرى لمصلحة نادي زينيت للجهة اليمنى البحث عن كرة، وهي كرة داخل منطقة الجزاء، عرضية طويلة حذاري روسية، والدفاع يتدخل يبعدها يوسف الخطيب. قلت ملعب مونديالي لأنه خالد سلمان ولاعب مونديالي سبق له، سجل في كأس العالم في أستراليا عام 1981 في شباك المنتخب البرازيلي الثلاثية، وكان وصلنا ذاك العناب إلى الفاينل قبل أن ينهزم أمام منتخب ألمانيا الغربية اللي كان أحد أقوى المنتخبات على المستوى العالمي. ألمانيا الغربية قبل أن تتحد الغربية والشرقية بعد ذلك. كرة عرضية طويلة تصل في الجهة اليمنى لمصلحة أكاديمية أسبار، يحصل عليها القريشي محمد، وحكم المواجهة يعلن عن خطأ لأكاديمية أسباير للعناب القطري. جمهور يتابع يعاين يناظر يستمتع بالأجواء الجميلة، هي أجواء باردة أقول في هذه الأيام وفي هذه الأشهر بالذات في العاصمة القطرية الدوحة، والجو البارد دائما ما يكون يعني الملائم ويكون مناسب لمتابعة مباريات في مستوى عالي، لأنه كلما كان الطقس بارد كلما تكون حرارة المباراة أكبر بكثير. كرة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي زينيت سان بيترسبورغ عن طريق البديل نيك تالوزان. مرة أخرى انطلاقة روسية، البحث على المرور، ضاعت منه الكرة، عادت مرة أخرى لفريق أكاديمية أسباير، عرضية من جانب محمد سراج. محمد سراج يعود للدفاع، يلعب أدوار المدافعين في وقت يتقدم فيه محمد القريشي يلعب كمهاجم صريح. مرة أخرى للدفاع، يتواجد إلى جانب محمد القريشي اللاعب طلال الشهابي، اليوم يلعب كمهاجم في هذه اللحظات بالذات. 4-4-2 تقريبا بخيارات المدرب لوكاس أندريس، تغيرت الأمور تكتيكية. كرة وانطلاقة عن طريق اللاعب رقم 7 مبارك شنان. مبارك حاول المرور والمدافع الروسي حاضر في المكان المناسب. تتحول الكرة لنادي زينيت في الجهة اليسرى من على الخط لزينيت سان بيترسبورغ، الفريق القريب من الاحتفال بمئويته التاريخية، وهو من تأسس في عام 1925. بعد 5 سنوات سيكمل 100 سنة نادي زينيت سان بيترسبورغ اللي قلت بأنه عنده 6 ألقاب في الدوري، آخر وموسم 2018-2019. طبعا الحديث عن الفئات الكبار، توج أيضا بكأس روسيا في 4 مناسبات، بطل السوبر روسي في 5 مناسبات، باليوروبا ليج توج 2008. حتى أذكر المشاهدين بما حقق هذا الفريق أوروبيا، 2008 كانت أجمل سنة في تاريخ نادي زينيت سان بيترسبورغ لما حصل على اليوروبا ليج على حساب غلاسكو رينجرز، وحصل على السوبر الأوروبي على حساب مان يونايتد، مانشستر يونايتد الشياطين الحمر. كرة من جديد تصل وسط الميدان لنادي زينيت سان بيترسبورغ بذكريات الماضي، وحاول أكيد أن يعادل الكفة بتاريخ هذا الفريق العريق، الفريق الروسي المنكسر حتى اللحظة بفارق هدف أمام أكاديمية أسباير. تدخل من جانب الدفاع رائع ومميز أنت يا سيف الدين فضل الله. مرة أخرى لوسط الميدان لمصلحة نادي زينيت عن طريق اللاعب رقم 5 البديل غريغوريف، تضيع الكرة من غريغوريف بل يعيدها للدفاع، تعود مرة أخرى بعينية لمصلحة نادي زينيت ليحاول في هذه اللحظات الوصول، لكن التغطية الدفاعية حاضرة، المرتدات قد تأتي بالجديد، والحكم خالد النابت يعلن عن خطأ لمصلحة فريق أكاديمية أسباير في وسط الميدان. قلت المرتدات قد تأتي بالجديد لأن زينيت سان بيترسبورغ يضغط بزيادة عددية، يحصل على الكرة في مناطق فريق أكاديمية أسباير، من يمتلك السرعة ويمتلك انطلاقات اللاعب محمد سراج. عرضية طويلة في اتجاه محمد القريشي أو محمد سراج قد تكون كفيلة وكافية من أجل متابعة الهدف الرابع، هدف الأمان لفريق أكاديمية أسباير. مجددا للجهة اليسرى، الأمور لم تنتهي بعد، هي 5 دقائق أيها السادة والسيدات. محمد سراج، محمد طلعت من محمد، تعود الكرة، حكم المواجهة يعلن الخطأ، يعود وينصف محمد سراج الذي تعرض للعرقلة، واضح عملية الشد من جانب المدافع. بعد ذلك كانت حاضرة عملية الدفع من يوري كولدين، يحصل من خلالها محمد سراج عن خطأ الاسم الذي أعتبره شخصيا من بين الأسماء المميزة في هذه البطولة. لو مر يعني إلى الدور الثاني وهو من سد
ادى كره في اخر لحظات لقاء انتر ميلان في دور الربع النهائي، ارتطمت بالقائم الايسر. كره محمد سراج كانت ستكون كفيله بوصول اكاديميه تسباير لركلات ترجيح، وبعد ذلك سيناريو التواجد في نصف النهائي. كان بامكانه ان يواجه باريس سان جيرمان مكان نادي انتر ميلان، لكن شاءت الاقدار ان يصل الفريق ميلانو انترناشيونال الى دور النصف النهائي، ويلعب فريق أكاديمية سباير على المركز الخامس. اليوم أعتقد بأنه يسير بثبات نحو الابتعاد عن المركزين السابع والثامن. سيلعب ضد غلاسكو في حالة البقاء بهذه النتيجة وفي حالة المحافظة على هذا الركور وعلى هذا التقدم، سيواجه غلاسكو الرينجرز من أجل صراع المركزين الخامس والسادس. الأمور ترتيبية، كل أكاديمية، كل مدرسة، كل فريق يريد أن يكون في المقدمة ويكتفي أو يتفادى المراكز المتدنية في هذه البطولة. لذلك المباريات الترتيبية مهمة جدا، ولو أن النتائج يعني مقارنة بالتحصيل يعني الاستفادة لا تعني شيء في عالم كرة القدم في مثل هذه كذا مسابقات. محمد سراج يطرق، محمد يحافظ عليها. محمد شوف كيف كان ذكي محمد ووضع نفسه من أمام المدافع، يحصل على خطأ من الجهة اليسرى على مشارف مستطيل العمليات. ذكاء كبير جدا من لاعب محمد سراج، البعض يعتبره خبث كروي، فيه الكثير من الذكاء والمكر لانه الشعر بانه غير قادر على اكمال الهجمه. وضع نفسه امام المدافع ليحصل على خطا، يتم تغييره في هذه اللحظات. محمد سراج لا يصدق بانه المدرب السيد لوكاس اندريس قام بتغييره، يدخل مكانه عبد الرحمن محمد. لوكاس يبدو بانه يعني انتبه بانه محمد سراج غير قادر على اكمال المباراه، لا يريد ان يخرج محمد سراج في انتظار. طبعا هل يتم التغيير؟ هل يدخل اللاعب عبد الرحمن احمد امام على الصوره؟ لانه يعني الارقام اللي كانت حاضره على اساس انه رقم 11 من سيغادر محمد سراج. ننتظر القرار النهائي، يبدو بانه تم يعني تغيير او تم تصحيح التغيير، يعني كان في خطا على مستوى اللوحه المخصصه لهذا الغرض. الان سيدخل على ما يبدو عبد الرحمن احمد. نعم عبد الرحمن احمد يدخل مكان محمد القريشي، تم تصحيح الامور. القريشي من يغادر بخيارات لوكاس اندريس ليكمل محمد سراج ما تبقى من دقائق هذه المواجهه. يستحق ان يبقى حتى نهايه المباراة لانه لاعب خطير ولاعب بامكانه ان يسجل في اي لحظه ويدون هدف من اي كره من اي صوره. من المهم جدا ان تحافظ على مهاجم بهكذا طينه، لانه مثل هكذا مهاجمين يريحون الدفاع بشكل كبير جدا ويريح وسط الميدان باحتفاظه بالكره مباشره جميله. سيف الدين فضل الله من على الخط يعيد كره مره اخرى لمصلحه ابناء الاكاديميه. الله على التمويه. الله 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 يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. مونديالي مونديالي، عالمي عالمي عالمي، من اروع ما يكون. ما هذا الابداع، ما هذه الفنون. كره مميزه من جانب جاسم الشرجني، جسمها عطرها وضعها في الشباك. هو الاجمل في المباراه يا جاسم يا جاسم. بحث عليها في الواله الاولى، سددها، عادت اليها، ارادته من اجل ان يكملها في الشباك. بعيدها 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 بعيده عليك يا بوتلوف، لن تحصل عليها يا بوتلوف. ارتمى بكل ما اوتي من قوه وقدرات بدنيه، لم يحصل عليها، لن يحصل عليها. أقول جزما أقول لن يحصل عليها، لأن الكرة كانت بعيدة رائعة مميزة، ذابت وهي تزغرت في الشباك بقدم جاسم الشرجني. جاسم أخيرا يسجل هدف في هذه البطولة، لم يكن له أي حضور تهديفي في المواجهات السابقة، الآن يسجل، الآن يدون الهدف الرابع. أعتقد بأن الأمور انتهت رسميا، 4-2 لفريق أكاديمية سباير الذي سينتقل لمواجهة فريق غلاسكو رينجرز المنتصر على كاشي وريسول. مباراة مهمة أيها السادة والسيدات في ريان الخامس والسادس لبطولة الكأس الدولية، لكن ما أروعه من هدف، ما أجمله من هدف، ما أروعه من هدف، على غرار الهدف اللي سجله حسن كبوب لفريق أكاديمية محمد السادس. مرة أخرى هذه المرة لأكاديمية سباير بإمضاء جاسم الشرشني، وكرة مميزة رائعة في مرماك يا بوتلوف. 3 دقائق كوقت بديل، هل تتبدل فيها الأمور أم أن الأفضلية ستبقى دائما لأبناء الأكاديمية؟ 3 دقائق استنزفنا منها، 30 ثانية، دقيقتان و30 ثانية حتى اللحظة. أكاديمية
ثمانية أسبير متفوق أيها السادة والسيدات، بعدما عاش وضعية صعبة وأوقات حرجة يسجل هدفين متتاليين ويؤكد الأفضلية وفارق التهديف بفارق وصولين في هذه المباراة يا لوكاس يا أندريس. العبرة بالخواتيم دائما. زينيت سان بيترسبورغ كسب الثقة مع بداية الشوط الثاني لأنه سجل هدفين مبكرين بعد ضغط يعني كان مميز للفريق الروسي، لكن الرياكشن ردة الفعل حاضرة من جانب أكاديمية أسباير يدون ثنائية مميزة جدا. بارك الشنان جاسم الشرشني مرة أخرى تلعب كرة دائما في الجهة اليمنى، قد يأتي الهدف الخامس. زينيت اليوم باستقباله لرباعية يؤكد على أنه الأضعف والأكثر استقبالا للأهداف أضعف خط دفاعي برصيد 18 هدف. نعم زينيت يستقبل 18 هدف ولا فريق استقبل هذه الحصة التهديفية في بطولة الكأس الدولية حتى اللحظة. الأقوى هجوميا يبقى دائما نادي ريال مدريد، من سيواجه أكاديمية محمد السادس غدا؟ كرة تعود دائما لمصلحة نادي زينيت. الله الله يا أمير يا أمير يا أمير يا أمير يا أمير، أبعدها أبعدها أمير كتول، كانت ستكون لقطة المباراة من منتصف الميدان. رسرسل كرة طويلة من موسكو إلى العاصمة القطرية الدوحة، لكن أمير كتور لم يسمح لها بأن تكون في الشباك، لم يسمح لها بأن تكون في المرمى. بعدها إلى ركنية تستمر كرة دائما لمصلحة نادي زينيت، وأمير مرة أخرى يتدخل في المكان المناسب. هي آخر دقيقة أيها السادة والسيدات، يبدو بأن زميلي سعود غانم الانتصار أكيد لأكاديمية أسباير، سيواجه غلاسكو رينجرز في صراع المركزين الخامس والسادس. لزينيت مرة أخرى ينبغي الضغط، ينبغي الضغط، شوف 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 من اين انطلق، والحكم لم يعلن اي شيء. تستمر كره دائما لنادي زينيت سان بيترسبورغ في الجهه اليمنى، مراوغه جميله مره اخرى لنادي زينيت عن طريق يوري غوليدين، والتغطيه الدفاعيه حاضره من جانب سيف الدين فضل الله. يبعد كره الى رميه جانبيه ويحرر المدرب لوكاس اندريس، وتحرر اكيد بعد الهدف الرائع والمونديالي اللي سجله جاسم الشرشني في مضرب وفي مرمى بوتلوف، احد اجمل الاهداف لم يكن اجملها في هذه البطولة حتى اللحظة. الأهداف الجميلة حاضرة في انتظار أن نتعرف على الأجمل، والصراع التهديفي أيضا حاضر في هذه البطولة. والهدف الخامس لمصلحة أكاديمية أسباير ينطلق من الجهة اليمنى، يتسلم مبارك شنان، بارك الله 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 الله، الخامس والحارس يتدخل بوتلوف، بوتلوف يتدخل وكرة رائعة من يوسف الخطيب خطب ود المرمى، لكن الدفاع تدخل والحارس غير مسارها إلى خارج أرضية الميدان. كرة كانت مميزة من جانب مبارك شنان. الآن الأمور تنتهي رسميا 4-2 لأكاديمية أسباير. رسميا أقول سيواجه نادي غلاسكو رينجرز في المباراة الترتيبية ما بين الخامس والسادس، صراع مستمر دائما، مباريات جميلة. هذا أجمل أهداف، غزارة كبيرة جدا في بطولة الكأس الدولية. فاصل وتلتقون بالزميل سعود غانم في استوديو المواجهة وباقي تفاصيل هذه المباراة. مبروك لأكاديمية أسباير، حظ أوفر للفريق الروسي نادي زينيت.